بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لحضراتكم ان شاء الله يوم جديد من البريمو النهارده هيكون عندنا في الجزء الثاني من حلقة كابتن رضا عبد العال نجم البريمو الدائم والحديث طبعا عن منتخبنا الوطني واستعداده للمباراه القادمه امام جيبوتي في التصفيات المؤهله لكاس العالم ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا اكيد طبعا حضراتكم عارفين ان بعد يومين من هذا اللقاء هيكون منتخبنا برضو على موعد مع لقاء اخر وهو مباراه سيراليون ولكن هتكون في ليبيريا ان شاء الله ان شاء الله مباراه جيبوتي او مصر وجيبوتي لان يعني المباراه ان شاء الله هتكون على ارضنا هنا في استاد القاهره الساعه 6 هتكون دي معاد او هيكون ده معاد اللقاء بامر الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطن عندنا اخبارنا اللي هبتدي مع حضراتكم باهم الاخبار <applause> طيب منتخبنا الوطني الحقيقه يعني يعني الوصول لكاس العالم ان شاء الله 2026 هتقام ان شاء الله هذه البطوله في ثلاث دول كندا الولايات المتحده والمكسيك ان شاء الله نشوف منتخبنا الوطني من خلال المنتخبات المتواجده هناك يعني اخفقنا في الوصول لكاس العالم السابق الحقيقه بقطر وكنا نتمنى ان احنا نبقى موجودين لكن هي دي كره القدم حظوظ في وقت من الاوقات ما, بيو... ما فيش توفيق في وقت من الوقت. لكن المره دي الوضع مختلف تسع منتخبات أفريقية هتصل مباشرة إلى هذه البطولة وهيبقى في نص مقعد أو مقعد موجود يقدر المنتخب اللي هو أفضل أربع تواني هيشاركوا في مجموعة أو في دورة وبعد كده هيلعبوا أحد الفرق اللي موجودة في القارات الأخرى والوصول مرة أخرى لكأس العالم لكن احنا مش عايزين ده احنا عايزين الوصول مباشرة وتذكرة الوصول لكأس العالم تكون موجودة على طول دون طبعا ان انت تحط نفسك في حسبيس وحسابات تكون احنا ما بنحبهاش اصلا وبالتالي الماتشين المهمين دول اللي جايين هم مهمين في انك بتريح نفسك وبتطمن نفسك في ظل منتخبات قويه افريقيه خلاص ابتدوا يستعدوا وابتدوا يبقى عندهم شكل مختلف عن سنين فاتت في كره القدم سواء بقى بمحترفين سواء بمدربين بيجوا على اعلى مستوى تنظيم بقى مختلف الادارات في الاتحادات الأفريقية ابتدت يعني تطلع على ما يحدث في أوروبا من خلال لعبتهم المحترفة وبالتالي الوضع اختلف بالنسبة للمنتخبات الأفريقية آه معنا بوركينا فاسو معنا غينيا بيساو سيراليون إثيوبيا وجيبوتي لكن كلهم منتخبات قوية في الملعب الأمور هتبقى صعبة دايما يعني إحنا تصفيات أمم أفريقيا بتبقى بالنسبة لنا يعني إن إحنا دايما بيبقى مشاركين بشكل أكبر في أمم أفريقيا وبالتالي تبقى سهله شويه لكن دايما بيحصل مشكله ومعضله في تصفيات كاس العالم ان شاء الله دي ما تحصلش المره دي من خلال المباريات القادمه هنبتديها بجيبوتي وسيراليون وان شاء الله تبقى تستكمل مبارياتنا القويه ومكسبنا ان شاء الله في المباريات اللي بعد كده سواء بقى مع غينيا بيساو او بوركينا فاسو واثيوبيا اللي لعبناها الحياه في تصفيات امم افريقيا وقدرنا ان احنا نتغلب عليها في الماتش الثاني بالاخص احنا اه اتغلبنا في الماتش الاولاني لكن الماتش الثاني قدرنا نكسب ونكسب مكسب مستريح وبالتالي كل التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا اللي بيستعد دلوقتي لهذه المباراه اللي هتكون يوم الخميس الساعه 6 طبعا خبر مهم جدا ان في اطار اهتمام الدوله واهتمام المصريين واهتمام الجماهير المصريه بهذه التصفيات لان املنا دائما الوصول لكاس العالم طبعا قناه اون سبورت المصريه بتحصل على حقوق البث لهذه اللقاءات لقاءات مصر في التصفيات المؤهله لكاس العالم شيء جميل وشيء طبعا يدعو للفخر ان قناه مصريه بتبتدي تاخد هذه الحقوق لان قبل كده طبعا الامور كانت صعبه لكن في ظل قنوات اون سبورت وطبعا الشركه المتحده وكل العاملين فيها الحقيقه بشكرهم على هذا المجهود الكبير مش فقط احنا بنتكلم على التصفيات احنا اتكلمنا كمان على دوري السوبر الافريقي البطوله المستحدثه للاتحاد الافريقي كان برضو في حقوق بس نشكرهم على هذا المجهود وان هم اتاحوا للجماهير المصريه ان هم يشوفوا الاهلي مثلا في هذه البطوله وبالتالي هيشوفوا مصر بقى ويشجعوا مصر ويتابعوا مصر من خلال هذه التصفيات بامر الله وبالتالي مبروك لمصر مبروك طبعا لقناه اون سبورت حصولها على حقوق مباريات المنتخب بتصفيات المونديال ان شاء الله كل التوفيق بقى لمنتخبنا وهنشجع مصر بقى سواء من الاستاد او حتى من شاشات التلفزيون المصري عن طريق قناه اون سبورت طيب اتحاد الكره من خلال الاهتمام اللي انا بتكلم عليه وعد اللعيبه او في لائحه بتنص ان 750 الف جنيه لكل لاعب في حاله الوصول لكاس العالم هو طبعا مبلغ آآ آآ يعني اللي بيوصل كاس عالم من اللعيبه ما بيبقاش بيفكر في فلوس اكتر ما بيفكر أنه هو يشارك في كاس العالم لكن ده وضع طبيعي ان اللعيب بيلعب وبيتعب فبالتالي بيبقى في مقابل مادي في حاله المكسب والوصول لهذه البطوله المهمه في العالم والمشاركه مع منتخبات عالميه في المونديال اللي هيكون ان شاء الله في زي ما قلت كده حضراتكم في كندا وامريكا والمكسيك ان شاء الله كده هيكون حاله المكسب والوصول 750 ألف جنيه لكل لاعب في حالة الوصول وبالتالي طبعا ده تحفيز من اتحاد الكرة نجمنا محمد صلاح اللي يمكن خلاص يعني نجمنا يعني حديث العالم الحقيقة حديث انجلترا وأرقام جديدة بتتحط ليه في شنطته الحقيقة الاحترافية سواء بقى في جميع الأندية اللي هو شارك فيها وبالأخص طبعا الأندية الإنجليزية سواء ليفربول أو تشيلسي قبل كده إنه بيوصل للهدف 200 وبالتالي اتحاد الكرة تنبه يعني كان في قبل كده وقت من الأوقات كانوا نسيوا شوية، مش بنتكلم عن اتحاد الكورة قبل كده يعني، إن يبقى مثلا في احتفالية بصلاح كان ساعتها بيحقق رقم، لكن دلوقتي بقى في تنبه لهذا الوضع لصلاح واللي بيعمله الحقيقة في الملاعب الإنجليزية والملاعب العالمية، إن هيكون في تكريم لصلاح بعد وصوله للهدف 200، آخر طبعا ماتش بيرنتفورد وطبعا كسب ليفربول 3-0. وقدر صلاح ان هو يحرز هدفين ويوصل للهدف 200 في جميع البطولات الانجليزيه، صلاح طبعا نجم كبير وبالتالي هيكون في تكريم لصلاح من اتحاد الكره وزمايله الحقيقه بالانجازات اللي بيعملها في الفتره السابقه. طيب استاد القاهره ان شاء الله هيكون مستعد ل لقاء منتخبنا القادم يوم الخميس وبالتالي الجماهير المصريه يجب ان تكون موجوده ان شاء الله في الاستاد. خلينا نروح ل طبعا الزميل والاستاذ الجميل دكتور وليد عبد الوهاب من خلال تواجده من من خلال تواجدنا طبعا او تواجده معانا هنعرف كل التفاصيل الخاصه بالمباراة القادمة وأيضا تفاصيل خاصة باستاد القاهرة الاستاذ المهم لدى المصريين ولا جميع الفرق المصرية والمنتخبات المصرية وبيقولوا استاذ الرعب الحقيقة أي منتخب أو أي فريق بيجي لاعب مصر او الانديه المصريه على استاد القاهره بيبقى رعب بالنسبه له، طبعا بوجود جماهيرنا الكبيره وانها بتملى الاستاد بيبقى شيء جميل، استاذ وليد عبد الوهاب تحياتي لحضرتك. متأخير عليك كابتن محمد، متأخير على المشاهدين، يعني ان شاء الله نتمنى الفوز في اول مباراه للمنتخب يبقى دفعه للمباريات القادمه والاستاد يكون ممتلئ بالجماهير ان شاء الله. يفرح الرياضه المصريه يا رب ان شاء الله طيب تفاصيل الدخول في اليوم ده يعني انا هتكلم على امور كثيره خاصه باستاد القاهره طبعا والمسؤوليه الكبيره اللي طبعا على عاتق حضرتك لان استاد هو من الاستادات المهمه للانديه المصريه والمنتخبات المصريه طبعا وبالتالي في تفاصيل كتير جدا خاصه باستاد القاهره ترددت في الفتره اللي فاتت عنها ان هيبقى في توقف عن اللعب فيه لكن خلينا ابتدي مع حضرتك بمنتخبنا الوطني والجماهير المصريه ودخولها هل هيكون الامور الخاصه بالجماهير هل في امور جديده خاصه بدخول الجماهير المصريه في المباراه دي؟ كابتن محمد طبعا الجمهور دلوقتي الجمهور المصري بقى واعي جدا بقى في ثقافه للجمهور بقى في يعني المتفرج النهارده وهو رايح استاد القاهره بقى على علم تام بدخول الدرجه بتاعته من المكان المحدد ليها بقى عارف هو بيخش منين عارف بيجي من صلاح سالم بيخش على الدرجه الثالثه يخش من عند الرشدان بيجي على الدرجه الاولى من الاتصالات بيجي على الدرجه الثالثه يمين فبقى بقى في حته توعيه وفي ثقافه لدى الجمهور المصري فما بقتش تواجهنا دلوقتي الازمه بتاعت زمان الجماهير تيجي من الصبح وتفضل قاعده بقيت الامور مختلفه تماما بقى <applause> في ثقافه واعيه للجمهور المصري والحمد لله ده اللي حصلان مباريات السابقه سواء اهلي او نادي الزمالك ما وجدناش اي مشكله الحمد لله. تماما تخص جمهوري يعني هل هيكون في دخول الجماهير المره دي يعني انا سالت حاج عامر الصراحه عامر حسين واتكلمنا في نقطه ان التواجد الجماهيري للمنتخب في الفتره اللي فاتت كان قليل ففي فكره مثلا كانت موجوده عندكم او هتتطبق مثلا ما طبعا لو المعلومه عند حضرتك ان يكون دخول الجماهير مجانا في ماتش جيبوتي ولا الامور حتى الان طبعا ما زالت تحت يعني الدراسه طبعا يا كابتن محمد المودي دي تبقى ما تبقى محتاجه دراسه طبعا احنا م. برضو لما ما اقدرش اسيب اللسان اللي عايز يخش يخش واللي م. عايز يجي يجي الكلام ده طبعا يعني مش صح ومش موجود آه ان احنا نوصل للدرجه دي لكن آه هو في تنظيم في آه اتحاد الكره مشكورا والرابطه بيعملوا يعني بيشوفوا الانديه مراكز الشباب بيشوفوا الجامعات بيشوفوا المناطق اللي بتواجد في فيها الشباب بتواجد طبعا الدكتور اشرف صبحي ان هو بيشوفوا اي تجمعات شبابيه يقدروا ان هم يوصلوا لهم التذاكر من خلال الفان اي دي ويبقى في تجمع للجمهور وهما بيحاولوا ان شاء الله المباراه القادمه ان الاستاد يتملي بعد ما الامن وافق على 30,000 متفرج مم. ان شاء الله الاستاد يتملي ب 30,000 متفرج اللي هي العدد المسموح ليه وتبقى مباراه لك بالرياضه المصريه. فاكر يا وليد زمان كان اخواتنا العساكر كانوا بيبقوا موجودين وكان بيبقى شيء جميل كان جميل جدا والله برده كانوا بينبسطوا وفي نفس الوقت بيشوفوا يعني اخواتهم اللي بيلعبوا في الملعب وفي نفس الوقت يعني بنبقى سعداء بيهم يعني فبرضه فكره تبقى موجوده برضه ترجع زي زمان يعني عمليه الترفيه والله كانت احلى ايام يعني كابتن آه محمد طبعًا. والايام دي طبعا آه كان تقدر انت تفتح استاد القاهره آه للناس كلها هتفتحه لان يعني الامور طبعا وكل وقت بيبقى ليه زمنه وبيبقى ليه توقيتاته احنا طبعا يعني ربنا يعدي الفتره دي على خير ان شاء الله ان شاء الله ونشوف جمهورنا يرجع بكامل عدد بامر الله طيب ان شاء الله ان, شاء الله. طيب. إن القاهره بدون جمهور ملوش يعني ملوش اي رونق ملوش اي طعم زي ما انت قلت سد الرعب م. بالجمهور م. وليس من غير جمهور طيب يعني الفترة اللي فاتت او امبارح تردد ان خلاص استاد القاهرة يعني هيتم فيه بعض الاصلاحات وبالتالي مباريات الاهلي والزمالك في بطولات افريقيا مش هيلعب عليها الناديين الكبار آه كابتن محمد هقول لك كده على على مثال كده يعني انت بتقعد السيزون كله او بتقعد السنه كلها حضرتك بيجي عليك وقت في الصيف بتقول يا جماعه انا آه عايز اروح اقعد في الساحل اقعد اسبوع اسبوعين افصل وارجع نشاطي آه تاني وحيويتي ان انا آه افصل في حياتي ده ده احنا كبشر او كاشخاص فما بالك بالملعب الملعب السنه كامله كلها مفيش أي توقفات، مباريات مباريات مباريات. م. إحنا كنا المفروض نقفل من يوم 15 10 لأن من 15 10 ل 15 11 الأرصاد بعتت لنا درجات الحرارة، فدي الأوقات المناسبة في زراعة آه. البذرة. صحيح، ده الوقت المناسب لزراعة المناسب ده. بعد 15 11 بيبدأ الجو بالليل يبقى ثقيل، بيبقى فيه ساعات في درجه الحراره بتقل <ممم>. البذرة ما بتلموش في درجه الحراره اللي هي بتبقى بارده ديت ما بنقدرش ان هو يزرع في الوقت ده فلازم <ممم>. من 15 10 15 11 واقصى حاجه نعمل <ممم>. رغم كل الصعاب دي احنا جينا على نفسنا في القاهره وسبت الوزير طبعا عشان ما يعطل الدوري ولا يعطل مباريات المنتخب ونقدر على يعني كانت توجيهاته ان احنا على قد ما نقدر ان احنا نكون ملمين بمباريات الدوري كلها م. جينا على نفسنا في مباراه الاهلي في البطوله الافريقيه السوبر ليج طبعا وإن شاء الله والاهلي كسب المباراه الاولانيه وكسب المباراه الثانيه لو كان كسب كان هيوصل للنهائي احنا كنا اجلنا للبطوله م. طبعا الاهلي بعد ثاني مباراه طلع فوجئنا ان المنتخب الفتره ما بين المباراه الاهلي الثانيه والمباراه القادمه حوالي خمس ست ايام فطبعا مش أقفل اللي ساده المنتخب عنده مباراه مهمه مم. اول مباراه في كاس العالم لازم ان شاء الله ربنا يكرمهم ويكسبوا تبقى مم. بدايه موفقه ليهم فقلنا نستنى مباراه المنتخب مم. وبعد مباراه المنتخب انا مش عايز اقول لك احنا الخبير الاجنبي عامل البرنامج بتاعه المباراه هتخلص الساعه 8 الساعة 9 بالدقيقة يبتدي هينزل أرض الملعب هينزل بمنصوب أرضية الملعب تماما م. عايز أقول لك الصبح أو الفجر هنكون بنزرع البيت عشان نستفيد بأكثر بالوقت. وقت آه. ممكن صحيح ل... يعني. آه خاطبتوا بقى خطبته الأهلي والزمالك قلت لهم يعني الأمور الخاصة بـ احنا خطبنا الأهلي والزمالك من فترة كل الفرق اللي بتلعب آه. آه. على ملعبنا آه. أولا الدوري متوقف لحد يوم 30 يا صحيح صحيح واخبار حضرتك ازاي؟ وانا بوعدك يوم 5/12 بكبيري مم. آه اكون جاهز يعني مم. يعني انا ما قفلتش انا اوريدي كده كده الدوري هو بس الظروف ماتش افريقيا اللي جه للاهلي مم. فطبعا هو دي المشكله اللي حصلت لكن ان شاء الله الماتش الثاني للاهلي مع شبيبه القبائل الجزائري اللي هو يوم 9 بيكون بيلعب في استاد القاهره. حلو قوي حلو جميل قوي، هل مقتصر يعني الصيانه والامور الخاصه بالاستاد على الملعب فقط ولا امور اخرى ممكن انشائيه؟ حضرتك انا كل البنيه التحتيه عندي في الاستاد صيانه دوريه، صيانه يوميه، صيانه اسبوعيه، استاد القاهره ملعب الكوره فقط هو اللي محتاج 15 يوم لزراعه البيزنس الشتويه، جميل. لان حضرتك كابتن بنخش علينا فتره الشتاء بتشوف استاد القاهرة الحمد لله الملعب الوحيد اللي بيبقى ماسك نفسه او بيبقى بيظهر بصورة طليق بالرياضة المصرية م. لأن دي أمر لابد منه ان انا لازم أعمله قبل دخلة فصل الشتاء. طيب ما هو الجديد بقى في ماتش جيبوتي بقى هل هل في إذاعة بشكل مختلف؟ هل في أمور مختلفة يا أستاذ وليد؟ يعني برضه أنت عارف بتبقى احتفالية يعني حلوة يعني. كان في اتصال مع يعني الاستاذ وليد العطار ان احنا ان شاء الله عايزين نعمل يوم رياضي حاجه تليق بمصر م. وهو الناس بيحاولوا في مجلس الاداره الاستاذ جمال علام وجميع اعضاء مجلس الاداره عايزين يعملوا حاجه م. يبقى يوم مش 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 منتخب مصر يوم للاسره المصريه عايزين يعملوا حاجه يبقى يوم رياضي جميل جدا الناس تنبسط فيه بعيدا المنتخب يلعب ويكسب ان شاء الله ان شاء الله الناس تقضي يوم حلو ونخرج باليوم ما فيش اي مشاكل عندنا ده اللي هو بيسعى عليه الاداريين او المقيمين على المباراه ان شاء الله يبقى يوم رياضي حلو يا رب ونكسب فيه وان شاء الله يوم يبقى كله سعيد بالمكسب كمان بامر الله أستاذ <applause> وليد أنا بشكر حضرتك أستاذ وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة طبعا اطمنا على استاد وفترة التوقف هتكون ليه وأمتى الأهلي هيرجع لمبارياته في دوري أبطال أفريقيا وقال لنا يوم 9 اللي هو يوم شبيبة القبائل النادي الأهلي هيلعب على ملعب استاد القاهرة ده طبعا خبر مهم بالنسبة للنادي الأهلي طبعا أستاذ وليد عبد الوهاب رئيس الهيئة هو اللي صرح لنا بهذا الخبر طيب هكمل مع حضراتكم الأخبار طبعا الخاصة بمنتخبنا الوطني، دكتور اشرف صبحي هيكون موجود بكره وهيزور منتخبنا الوطني، يعني طبعا ده بيبقى يعني دكتور اشرف صبحي الحقيقه ما بيفوتوش الحاجات اللي زي كده ان هو يقاذر المنتخب ويدي له الدفعه المعنويه من خلال مسؤوليته طبعا كوزير للشباب والرياضه، وبالتالي ان شاء الله تبقى زياره خير بامر الله دكتور اشرف صبحي مع منتخبنا الوطني. طيب كنت قلت ان حاجه جميله ان احنا كلنا ملتفين ان منتخبنا الوطني بيشارك في هذه التصفيات وان شاء الله الامل ان احنا نوصل لكاس العالم قلنا المشاركه الجماهير في الاستاد والحاجه الجميله ان احنا هنشوف هذه المباريات على قناه مصريه قناه اون سبورت الحقيقه بعد يعني الحصول على حقوق البث وبالتالي طبعا بنشكر كل من ساهم في الحقوق اللي احنا حصلنا عليها وانا بنقول حصل كلنا حصلنا عليها لان احنا كلنا مصريين بالتالي طبعا قنوات اون سبورت الحقيقه بتقوم بمجهود كبير، خلينا نروح للاستاذ هيثم عبد العظيم آه العضو المنتدب لشركه اورا والشريك الرئيسي لمنتخبنا الوطني والراعي الرئيسي لمنتخبنا الوطني وايضا طبعا الراعي الرئيسي للحقوق اللي حصل عليها قنوات اون سبورت لهذه البطوله البطوله المهمه وهي التصفيات المؤهله لكاس العالم، استاذ هيثم انت حضرتك استاذ هيثم الو الو انا معاك كابتن محمد ازيك ازاي اخبارك وحشني كتير الاول وانت <applause> كمان ومبروك وشيء جميل بالنسبه لحاجات كتير انتوا بتعملوها اكيد مع المنتخب ومع الموقف الحالي الخاص بالحصول على هذه الحقوق المهمه للمشاهد المصري ان هو يشوف مباريات منتخبه على قنواته الرسميه او قنواته المصريه ده شيء رائع مبروك لحضرتك بص يا كابتن محمد احنا م. بصراحة الموضوع كله ما خدش مننا اقل من 10 ثواني جميل. يعني هو احنا خدنا جالنا مكالمه يوم الجمعه استاذ عمرو الفي عايزين نتقابل عشان عندنا الرئيس دي قعدنا في الاجتماع م. قال احنا عايزين واحد اثنين ثلاثه ان احنا عشان نسعد الشعب المصري عايزين نخلي القنوات دي المصادر دي تبقى مفتوحه بدل ما تروح بقى تتفرج على قهوه انت وانت قاعد في بيتك مع اسرتك تتفرج صحيح. على الماتش بالظبط المكالمه قلنا له حاضر انا راجع المهندس نجيب المهندس أنتي مم. صراحه ما تاخروش يعني بولك زي ما بقول لك المكالمه للاثنين كل واحد فيهم قعدت 10 ثواني كله قال احنا في ظهر مشجع المصري والناس ان احنا تستمتع والناس تتبسط والناس تتفرج من بيوتها وما تصرفش فلوسها وما تصرفش حاجاتها تيجي تتفرج كل حاجه مجال الكرة الكوره دي من حق الشعب طبعا, طبعا. وشركه كورة يعني انت زي ما انت زي ما انت قلت كده احنا كنا الراعي الرئيسي للمنتخب المصري راعي للدوري المصري مم. من احد رعاه الدوري المصري يعني على قناه اون راعي القناه اون نفسها احنا كمان دلوقتي مع المنتخب في اي حاجه وكل حاجه مم. شيء جميل وبصراحه يعني هم الاستاذ عمرو والشركه المتحده كمان آه يعني بصراحه تعاون معاهم شيء مثمر وبصراحه احنا بنبسط في العمل معاهم وهم بيبصوا في التعاون معانا تفكير جميل هو تفكير جميل يعني اولا سعادة المشاهد المصري دلوقتي لا توصف الحقيقة انه بيشوف على قناة بلده ماتشات منتخب بلده في في بطولة مهمة الحقيقة يعني وعشان تقطعوا براحتكم يا رؤى برضه والله هيثم يعني يعني موقفين شويه يعني بس مستنيين <applause> الماتشات اللي جايه الحقيقه الحقيقه انا عايزك تشكري طبعا المهندس نجيب والمهندس انسي الحقيقه لان برضو دور ان هم يستجيبوا على طول ده شيء جميل وشيء مهم جدا دور المصريين نفسهم ايا كان وضعهم ومكانهم ايه في ان هم يبقوا في ظهر منتخبهم ويسعدوا الشعب المصري ده شيء جميل فاشكرهم لي كتير جدا عن الموقف ده الحقيقه وبالتالي بشكرك يا هيثم خليني بس اسالك بقى على شيء مهم جدا قول يعني بعيد بقى عن الحدث اللي احنا بنتكلم فيه وزد الحقيقه ما برضو المالكين لشركه لنادي زد الحقيقه والموقف الحالي والجميل الحقيقه لنادي زد بوجوده في الدوري الممتاز بهذا الشكل الحقيقه قول لي يعني م. التفكير بالنسبه لكم وتوقعكم لبدايه الموسم هل كنتوا حاطين بلان للمنطقه دي والشكل اللي ظهرتوا بيه في في الدوري المصري حتى الان بص احنا اشتغلناها بشكل علمي بحت انت زي, زي ما انت عارف احنا مشروع ناشئين احنا المشكله كانت عندنا الفتره اللي فاتت اساسا ان احنا الجيل الاجيال اللي احنا بنربيها كلها مواليد عندها دلوقتي 17 سنه هم افضل ناس اللي بتنافس على البطولات وبتاخد البطولات في دوري الناشئين م. اللي هي قدامها بالظبط ان شاء الله من ثلاث لأربع سنين وتبقى هي بتبقى موجوده في الدوري في الدوري العام. م. لما جينا فكرنا في زد قلنا والله احنا مش رايحين نفس الاهلي والزمالك، طول عمره هيفضل في اهلي وفي زمالك، احنا عايزين نعمل حاجه للبلد، هدف م. مشروع زد نفسه ان تعمل حاجه للبلد. طب ايه المشكله؟ المشكله دايما انت بتطلع الناشئ وهو عنده بتوع الناشئ وهو عنده 23 سنه و24 سنه. م. قلنا لا احنا هنشتغل على الصغيرين زي ما اوروبا بتشتغل يعني. وابتدينا نشتغل بشكل مين احسن ناس بتأدي في كل مكان. وابتدى بالارقام والاحصائيات وكده. فزي زي ما انت تشوف كده لما تبص على التشكيل ده احنا في 17 لعيب لعبوا لحد دلوقتي في الدوري. لو بصيت على الاعمار السنيه هتلاقي فيه ثلاثه فوق ال 30 اللي هم علي لطفي آه. وشادي حسين ومحمد سمير، دول اللي هم الخبرات اللي في الملعب. في ثلاث لعيب عندهم 25 سنه اللي هم ديكو احسن وينج في الدوري المصري حاليا ودنسون كموني السترايكر وبيتر زيرو اللي هو في نص الملعب. وهتلاقي عندك 11 لعيب من اللي نزلوا اعمارهم الصينيه بتتراوح ما بين 23 سنه و18 سنه. حلو انت عندك رأفت خليل ده عنده 18 سنه. اه عندك محمد سؤني عنده 19 سنه. عندك ماتا مجاص عنده 19 سنه. عندك ست لعيبه من اللي معانا في المنتخب الاولمبي. يعني يمكن اربعه منهم موجودين حاليا واثنين بيبقوا متواجدين بشكل مستدام اللي هم احمد سيد عبد النبي، محمد قطه، احمد عاطف ميسي، محمد اشرف، رأفت خليل. مم. فكل دول فيه عندك ست لعيبه من المنتخب الاولمبي. مم. وعندك لعيبه مواليد 2000 زي العيس ومحمد اسماعيل وعبد الله مجدي فانت عندك تنوع تشوف متوسط الاعمار عندنا هتلاقيها كلها اعمار صغيره مم. واحنا كنا بنراهن على ان الاعمار الصغيره دي هي اللي هي اللي هتعمل نتائج وهي اللي هتعمل مجهود. حلو قوي حلو والحقيقه يعني وطبعا انا لازم اشكر النادي الاهلي على الموقف الصراحه اللي هم وقفوا معانا لان النادي الاهلي كان من الانديه صراحه اللي التعاون معاها حاجه تفرح. مم. يعني هل انت لما تتكلم في تفاهم يعني قصدك ست... قوي ما بينكم وما بين النادي الاهلي في علاقات قويه جدا واحنا بنذكرهم في كل موقف م. على اللي هم الـ الـ التعاون اللي ما بيننا صراحة كابتن محمود الخطيب صراحة يعني م. عمل معانا تعاون غير طبيعي واحنا عمرنا في حياتنا هنفضل طول عمرنا الجيل ده وهنفضل وهنرده ان شاء الله م. تمام طبعا يعني فكره وجودكم بيزيد من منافسه الدوري بشكل قوي الحقيقه وجميل وبرضه باكد ان انتم يعني سواء بقى زيد كمان والجونه كمان عامل دور قوي جدا في الدوري زي ما انت شايف اهو بيتعادل مع النادي الاهلي وماتشاته جميله بلديه المحله فانتم ثلاثي صراحه صعدتوا للدوري ممتاز عاملين فارق وان كان طبعا زيد من خلال اللعيبه والسيستم اللي انت بتتكلم عليها هيثم شيء رائع الحقيقه والنجوم اللي موجودين الحقيقه في اداره المكان الحقيقه هي. فدرسة. لا مره انت عارف برضه كابتن مجدي عبد العاطي كابتن وليد صلاح الدين كابتن آه. يعني ال 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 المنظومه الاختيارة. كلها بصراحه كابتن احمد حسن محمد زيدان يعني كله بيشترك مع بعض وعلى فكره بس في اهم اتنين طبعا هم اشتغلوا على الفريق دوت مع كابتن مجدي اللي هم علي صقر اللي هم بتوع التعاقدات وعلي ابو النصر ومروان حسام دول الثلاثه اللي كانوا شغالين على انتقاء اللعيب يعني هم جابوا 50 لعيب ايه يقعدوا مع كابتن مجدي طب ال 50 نزلنا منهم من هم 30 فاهم بقوا 20 وخلصنا ال 20 لعيب اللي هو عايزه. هيثم انا بشكره. اتفضل ف... يا هيثم لو في حاجه عايز تكملها تاني. لا انا بتكلم بس عشان الانديه الصاعدة اللي بقول لك العامل المشترك ما بيننا احنا والجونه وباليز المحله عامل واحد بس مم. كلهم عندهم لعيبه صغيره في السن سن اه ده حقيقي ده حقيقي ودي... ودي حاجه جميله ودي حقيقه جميله دي جميله فعلا هيثم أنا بشكرك وبتمنى لك التوفيق شخصيا يعني شخصية جميلة ومحترمة ويعني دؤوب العمل الحقيقة في تفاصيل كتير خاصة طبعا بكرة القدم غير شغله طبعا وبالتالي يعني بتمنى له التوفيق ومبروك ليكم مبروك لقنوات أون سبورت الحصول على هذه الحقوق المهمة للمشاهد المصري في الفترة القادمة. طيب فيتوريا بجتمع بفتوح وصبحي اللي لسه طالعة يعني قرارات من اداره نادي الزمالك بعد التحقيق معاهم هقول لكم القرارات الخاصه بفتوح واللي يمكن الامور الخاصه بيهم يعني مع النادي خلاص بقت صعبه شويه هقول لكم خصم 20% من عقد محمد صبحي و15% من الزناري ده من قيمه العقود واستمرار عرضهم للبيع يعني استمرار عرض الثلاثي للبيع فتوح بقى زياده شويه في الخصم 25% من قيمه عقده و يعني هيبلغوا بقى المنتخب اختار المنتخب والمسؤولين في اتحاد الكره بهذه العقوبه هم بقى هيعملوا ايه دي بتاعتهم فيتوريا هيعمل ايه دي بتاعته لكن واضح ان في ادانه وبالتالي تم الخصم ايه بقى حيثيات الحكم ده او العقوبه دي هنيجي مع حضراتكم من خلال الحلقه يعني هنحاول نوصل لها وبالتالي هنقول لكم كل التفاصيل الخاصه ليه ليه اتحط هذه العقوبه او هذه العقوبه على فتوح اه ان هو 25% وليه الزناري 15% وليه صبحي 20% ليه اتقسمت بالشكل ده هنكون معاكم وهنكمل مع حضراتكم الحلقه وهنقول لكم كل التفاصيل طيب بعد الاخبار الخاصه برضو بنادي الزمالك بقى ان اه سوريو بيتجه لاتحاد الكوره للسؤال عن مستحقاته وفي نفس الوقت يعني الشكوى. يا جماعه انا ما خدتش فلوسي خلي بالكم وانا ممكن اعمل شكوى آه لو ما خدتش الفلوس بتاعتي. ليه مستحقات وليه ثلاث شهور آه شرط جزائي طبعا في مفاوضات في الفتره اللي فاتت مع سوريوم نادي الزمالك ان هم يخفضوا الشرط الجزائي لشهر واحد. لكن هنشوف الأيام القادمة إيه اللي هيحصل، وأنا قلت لكم نادي الزمالك مش عايز يخش بقى في مشاكل تانية مع أي مدرب ولا أي لعيب، عايز يديله كل فلوسه، فهنشوف الأيام القادمة إيه اللي هيحصل. كابتن معتمد جمال حقيقة في ظل وجوده وتألق بعض اللاعبين في ماتش بيراميدز خلى، طبعًا خلي بالكم أي لعيب بيشوف مدرب جديد بيجي للفريق وتغيير المدرب دي بتخليه حماسه يزداد أو يرجع تاني وروحه المعنوية ترتفع، فبتلاقيه بيلعب بالشكل فايه اللي يحصل المدير الفني بيدي الفرص للعيبه دي نتكلم عبد الله جمعه نتكلم سامسون اهو بنتكلم برضو نيمار احد اللاعبين دول عمرو السيسي دول اللاعبين اللي ممكن يكون كابتن متح... كابتن معتم الجمال هيديهم الفرصه في الفتره القادمه ويجرب شوف الدنيا هيتمشي زي ما هو عايز واللعيبه عايزه لان اللعيبه برضو عليها الدور الاكبر انا بديك الفرصه وانت بامكانياتك ومجهودك وتركيزك انت اللي هتكسب حبي كمدرب وانك تكسب تأييدي ان انا لعبك طبعا وناصر منسي الحقيقه ناصر منسي ده ده عبد ده سيد نمار صراحه ناصر منسي جاب هدف رائع الحقيقه في ماتش بيراميدز يعني هدف من الاهداف الحلوه لراس حربه يطلع بيحط بدماغه حاجه كده ايه جميله جدا طيب لجنه المسابقات بتحدد يوم 29 نوفمبر موعد مباراه مودرن فيوتشر والزمالك الزمالك عنده طبعا في الكونفدراليه مع ابو سليم ومودرن فيوتشر عنده مباراه في الكونفدراليه هيكون سوبر سبورت يوم 26 وبالتالي ماتشهم هيكون يوم 29 في استاد السلام في بطوله الدوري الممتاز طيب عندي بعض الاخبار عن نادي الاهلي احنا كنا قلنا خبر خاص بشناوي امبارح ومعلول ان حتى الان معلول بينتظر تجديد عقده لان خلاص عقده مفروض في يناير القادم السنه دي او السنه دي ينتهي عقده وبالتالي يناير القادم يقدر يمضي في اي حد حته وبالتالي كان في كلام ان يعني معلول هيجدد ولكن كولر اخذ قرار ان ما فيش اي تجديد ولا اي كلام في تجديد غير ما بعد كاس العالم الأندية يعني يناير القادم ما يعني ده الميعاد المناسب ان اداره النادي خلاص لو هي اتفقت وظبطت حالها تمام تمام بس هيكون بعد كاس العالم الانديه او في يناير القادم لان طبعا كاس العالم هيكون في ديسمبر القادم ده بالنسبه للمعلول ان هو بيستفسر من كابتن خالد بيبو امتى هيتم تجديد عدو او ايه الوضع بالنسبه له هل انتوا عايزيني مش عايزيني طب امتى فالامتى دي في يناير القادم حتى الان يعني في مخاوف داخل النادي الاهلي من تجدد اصابه اكرم توفيق في بعض الالام موجوده في ركبتي وده وضع طبيعي جدا 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 ان انت بتكون فتره طويله عندك اصابه في ركبتك بتيجي ترجع وتعمل مجهود بتلاقي ورم شويه تورم شويه رشح شويه في الركبه وبالتالي مهم جدا المدير الفني يتعامل مع اللاعب بقى في الوقت ده بشكل جيد جدا زي ما بيعمل كولر كده اقعدك على الدكه كده او اقعدك بره شويه تستريح تعمل تدريبات تانية مختلفه لغايه لما ركبتك ترجع لطبيعتها تاني وده يعني شيء طبيعي وان شاء الله اكرم توفيق من احد اللاعبين المهمين في الكره المصريه ليس في النادي الاهلي فقط فبالتالي ان شاء الله يرجع بالسلامه في الفتره القادمه. طيب عندنا اخبار خاصه بالانديه الاخرى هي بنتكلم بالنسبه ليه. النادي المصري كابتن علي ماهر قرر بقى انه يقعد كده مع الاعلاميين والصحفيين ويقول ايه اللي بيحصل في النادي المصري في الفتره اللي فاتت. وايه الاسباب لتراجع المستوى والهزيمه الاخيره الحقيقه امام البنك الاهلي باربع اهداف ويقول ايه المشاكل اللي بيواجهها و وحاجات كتير وبالتالي هيكون في مؤتمر صحفي في بورسعيد للكابتن علي ماهر طبعا هيوضح فيه امور كثيره خاصه بالفريق الاسماعيلي بيكلف كابتن ابو جريشه كابتن علي ابو جريشه نجمنا الكبير طبعا احد النجوم الكبار هي في الكره المصريه لاقناع مجموعة من اللعيبة داخل الفريق عندهم تجديدات في عقودهم في الفترة القادمة بنتكلم مثلا ان مثلا في مستحقات ايضا بالنسبة لي حمد النقاز برضه هو اللي هيتفاوض مع النقاز دول اللعيبة الموجودين اللي هيتم التجديد ليهم بنتكلم في محمد فوزي ومحمد هاشم ومحمد دسوقي وعصام صبحي ومحمد مخلوف دول اللي هيت... يعني هيتفاوض معاهم كابتن علي ابو جريشه بالاضافه طبعا لمستحقات حمد النقاز ده برضو كابتن علي ابو جريشه هيكون مسؤول عنه في الفتره القادمه. طيب اسمحوا لي نطلع لفاصل بقى عشان كابتننا الجميل كابتن رضا عبد العال وهيكون معانا والحديث عن منتخبنا الوطني وتفاصيل خاصه طبعا بالكره المصريه مع كابتن رضا يكون بعد الفاصل ان شاء الله. <applause> اصبح الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي على بعد رقم قياسي جديد حال تسجيله هدف في المباراه القادمه للريدز ضمن منافسات الجوله 13 من منافسات البريمير ليج ومن المقرر ان يلتقي فريق ليفربول مع نظيره مانشستر سيتي المتصدر في قمه مرتقبه بعد نهايه فتره التوقف الدولي يوم 25 نوفمبر الجاري على ملعب الاتحاد وبيمتلك محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي 149 هدف في 243 مباراه بالبريمير ليج سواء مع الريدز او في تجربته الاولى مع تشيلسي كمان صنع 68 هدف وبيتساوى صلاح في المركز ال11 بالهدافين التاريخيين للبريمير ليج مع ليس فيرديناند نجم توتنهام وليستر سيتي وكوينز بارك رينجرز ونيوكاسل السابق وسجل محمد صلاح هدفين في فوز ليفربول على برينتفورد بنتيجه 3-0 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب أنفيلد ضمن مباريات الجولة الـ 12 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز وبيتبقى للفرعون المصري هدف وحيد ليعيد الرقم مايكل أوين نجم ليفربول ونيوكاسل السابق وينضم لقائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ البريمير ليج وجت قائمة الهدافين العشرة الأوائل على النحو التالي ألان شيرار نجم ساوثهامبتون وبلاك بيرن روفرز ونيوكاسل يونايتد 260 هدف هاري كين قائد توتنهام السابق 213 هدف وين روني نجم ايفرتون ومانشستر يونايتد 208 هدف اندي كول نجم مانشستر يونايتد وبريست بول سيتي ونيوكاسل يونايتد وفولهام ومانشستر سيتي وبورت سموس وبرينلي 187 هدف سيرجيو اجويرو نجم مانشستر سيتي 184 هدف فرانك لامبرد قائد تشيلسي وسوانزي سيتي ووستهام هام ومانشستر سيتي 177 هدف تيري هنري نجم أرسنال 175 هدف روبي فاولر نجم ليفربول وليدز يونايتد ومانشستر سيتي وكارديف سيتي 163 هدف جيرمان ديفو مهاجم توتنهام وبورنموث وبورتسموث وويست هام وساندرلاند 162 هدف مايكل اوين نجم ليفربول ونيوكاسل ومانشستر يونايتد وستوك سيتي 150 هدف رجعنا لحضراتكم مره ثانيه خليني ارحب بكابتننا الجميل والكبير كابتن رضا عبد العال نجم البريم ده كابتن رضا تحياتي ليه حبيبي يا رؤى بارك ايه الحمد لله رب نور صحتك كويسه ربك. والله تعبان مش هنرفزك النهارده والله تعبان جدا خلال. و و و ومن خلالك عايز اشكر الدكتور اسامه المراغي لان متابع حالتي وهو في الكويت اه مالك كابتن في ايه السكر عالي ما اعرفش ليه تم القلب كويس لسه هنشوف بقى الفتره <applause> <applause> بعد الحلقه <applause> اقول لك طب ايه ده بقى مش عايزين اي مشاكل ولا اي ايه لا انا هادي النهارده هادي جدا عشان العيا ما ما يدكش الا العيا ربنا يبعدوا عنك ويبعدوا عن <applause> الناس كلها طيب والله امين امين ومش عاجب برضو في ناس بتبعت لي على عايزينك ايه يعني عايز ربنا يعني ربنا ياخدني عشان ايه بعد الشر اه والله العظيم انت حبيبنا يا كابتن رضا برغم ان انت بتضايقني كتير بس حبيبنا اه والله والله ما حد بيضايقنا الا انت واسلام محدش بيعلي الضغط والسكر اللي انتوا الاتنين انت ما تتضايقش من الناس لما بتنتقدك يا كابتن احنا بس عادي، احنا بس اللي بنضايقك دي لان انتوا بتقولوا حاجه اه غير اللي انا بقوله طبعاً يعني طب هنحررنا يا كابتن ايوه ماشي بس انت عارف متاكد هت... ان انا صح مش هتغصبني في, في رايك لا مش بغصبك بس أوه. انت عارف ومتاكد ان انا صح بس لازم تناكف لا في حاجات وحاجات عشان بس أقول لي الحاجات اللي انا طلعت طب بس اهدى انا مش عايزك بس تتدرس طب ماشي قول لي الحاجات اللي انا قلت لك من يوم ما قعدت معاك وقدامك هنا قلت لك حاجه غلط ايوه يا كابتن حضرتك, حضرتك حضرتك في عندك نقطه مهمه جدا مم. ما عندكش تفاؤل دايما في, في في, توقعك للمدربين ان المدرب ده هيبقى كويس هيعمل ده الفرق كويس. بقى بيني وبينك اه انت على طول متشائم ليه بقى؟ كل المدربين لا ليه ليه؟ في حاله استنى بس استنى بس اه فايلر ده تاني مش ده مدرب؟ وده مسك النادي الاهلي تمام وكان له بصمه؟ أوه. كنت بقول عليه ايه؟ حقيقة. حقيقه احسن مدرب جه في مصر انا م. من وجهه نظري م. اخر عشر سنين م. خلي بالك م. في ناس هتقول لك ايه جوزيه جوزيه كان معاه لعيبه اقسم بجلاله الله كل لعيب يشيل فرقه لوحده فاكر الاولى والثانيه حقيقه واخد بالك؟ م. انما فيران لما جه كان معاه مين؟ رمضان صبحي وقجيين صح مم. بس هو قدر يعمل بقى الروتيشن اللي انتوا عمالين تلزموه في مم. كولر مم. اللي انتوا عمالين تتزاو تقول لك بيعمل روتي... طب روتيشن تجيب كريم ندفد من الدار للنار مم. ده ده يبقى روتيشن ولا تدي له ربع ساعه في ثلث ساعه في نص ساعه صح مم. ولا غلط مش هو ده الروتيشن راجل بقاله من اول الدوري كل الناس مغلطاه في الحته دي حقيقه طب بلاش ده انت بس مش ده معناه ان برضه ان هو مش يعني لا لا ما بيعرفش يعمل روتيشن بص آه. كريم الدبيز ده آه. علي معلول ما بيلعبش وانت عايز تكسب واحد في الحته دي مم. عشان تكسبه تعمل فيه ايه؟ تديله ماتشات الثقه ترجع له الحساسيه تجيله يبقى نازل يبقى عارف ان هو لعيب مهم في النادي الاهلي صح؟ تمام تقعده وتلعب خالد عبد الفتاح اللي بيلعب بكرة دي حاجات طبعا غريبه طب تسمح لي بس كابتن اقطعك في الحته دي وهرجع لنقطه اللي احنا بنتكلم فيها دي خاصه بيك يعني في الاخر واروح طبعا للاستاذ احمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك وطبعا هناك بعض القرارات اللي صدرت من مجلس اداره نادي الزمالك منذ قليل خاصه طبعا بفتوح وخاصه بامور اخرى داخل نادي الزمالك استاذ احمد تحياتي لحضرتك الله يخليك كابتن محمد تسلم. الله يخليك تحياتي كابتن رضا عبد العال معايا بيسلم عليك وتحياتي لكابتن رضا عبد العال منور الدنيا كلها حبيبي حبيب يا استاذ احمد الله يخليك تسلم يا وجهه <applause> اه لا استاذ احمد جميل شخصيه جميله طبعا الله يخليك والله كنا مفتقدين رفقريشة. الحاجات دي من زمان م. تمام طيب استاذ احمد في البدايه يعني قرارات مجلس اداره شفناها منذ قليل خاصه بفتوح وزناري وصبحي برضو المهم ان احنا يعني قريناها لكن الحيثيات الخاصه بالقرار ده ايه هي برضو غير معلومه حتى الان بالنسبه لنا بص حضرتك هو القرار طبعا اتخذ بناء على تحقيقات رسميه من اللجنه تمام. اللجنه قانونيه و... واكيد في مسببات للتفاوت في العقوبه بس يعني لا مجال لذكرها يعني لكن التفاوت في العقوبه الخصم من العقد السنوي الايقاف لمده شهر واختار اتحاد الكره بيه استمرار قرار العرض للبيع دي كلها تعتبر عناصر القرار كله يعني. تمام لكن الاسباب يعني مش عايزين تقولوها مش مش عايزين اصل عارف يعني هو الحكم صدر بكده بناء على مسببات قانونيه مش مجال بقى لذكرها ايه اللي حصل او الموقف مم. ايه مش يعني مم. مش ما مش هنستفيد حاجه من من شرحها يعني مم. طيب هل في سبل للمصالحه ما بين اللاعب والنادي او مع مجلس الاداره؟ هل في كلام على فتوح كمان ممكن في الفتره اللي جايه يرجع ويجدد لنادي الزمالك بشكل طبيعي؟ يا كابتن فاروق القرار آه. واضح وصريح اه يعني بص مفيش لا خلاص القرار تم التاكيد عليه العرض للبيع الخصومات آه. الايقاف كل قرار كما هو من اول يوم امم ضبه مفتاح يعني ده قرار آه. قرار مجلس اداره قرار رسمي يعني اه امم طيب هناك قرارات اخرى خاصه برضه باسوريو يعني اسوريو لثالث مره بيتم استدعاء اسوريو لان هو يشرف في النادي لمقابله مسؤولي الملف الكوره وانهاء تعاقده بشكل يليق بيه وبنادي الزمالك مم. طب 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 يعني النهارده لأ بيروح لاتحاد الكوره يعني هل وصل لكم النقطه دي خاصه ب... أه والله احنا فوجئنا يعني ما, ما فيش تفسير لغايه دلوقتي واضح ومقنع هو ليه راح اتحاد الكوره بس يمكن آه. بكره هيقول هيقول حي... تفسيره يعني اه بس يعني هو... احنا المرة دي طالما هو لجأ لاتحاد الكورة تم اختار اتحاد الكورة كمان بالمعاد بتاع بكرة وتم إخطاره تم اختار وكيله ونتمنى ان هو ان شاء الله يجي بكرة <تصح> طب لو ما جاش بكرة يا أستاذ أحمد والله يا كابتن رضا لما ما يجيش هيبقى نعمل مداخلة بكرة نقول فيها التطورات يعني لا أصل هو في حد مكبر دماغه يعني حد عمال يلعب له في دماغه عشان ما يحضرش الاجتماعات دي عشان ان هو يرفع قضية من الآخر يعني ان شاء الله ما فيش قضايا ولا حاجه يعني هنشوف يعني بكره هو ما اعتقدش ان هو يعني عايز مشاكل لان الموضوع ما يستدعيش مشاكل والموضوع واضح وصريح وتم اختاره بناء التعاقد بشكل محترم والامور مش ما تستدعيش خالص اي نوع من المشاكل. صدق بالله يا استاذ احمد؟ لا اله الا الله والله على الفتره اللي قضاها دي المفروض يدفع الفلوس اللي خدها كلها. مش والله يا كابتن طيب في <applause> يومك الفني بس احنا ايه اللي بيجمعنا بيه دي, دي امور اداريه خاصه بقى لازم نحترم التعاقد يعني اه, آه. طيب استاذ احمد امور خاصه بحقيقه ببطوله السوبر المصري وما قيل ان نادي الزمالك يعني هيشارك فيها هل لا. لم يصدر اي قرار له علاقه بالسوبر المصري لا ايه؟ لم يصدر اي يص قرار له علاقه بالسوبر المصري اه ولا حتى تفكير هو التفكير, التفكير مطروح حتى جماهيريا من مده طويله يعني ان آه. ان القرار كان سببه الانسحاب من البطوله السابقه آه. فيعني القرار ما زال او التفكير فيه مطروح طول الوقت آه. لكن لما المجلس هيقرر هيعلن ده آه. لكن وفي قرار بالنسبه آه. للاستاذ مرتضى منصور برضو معرفش آه. وصل حضرتك ولا لا آه. تمام وصل وصل اه اه ده برضو تم يعني ده مهم آه. بحيث انه كان بيترتب عليه اثار قانونيه فتم سحب آه. القرار آه. طب, طب تفاصيله ايه؟ تفاصيله ايه والاثار دي ايه يا استاذ احمد؟ هو كان في جلسه عشان اللي... بس للجمهور يعني اه كان في جلسه في تاريخ 18 4 تم اصدار فيها قرار وقتها الاستاذ مطار منصور بالرئاسه الشرفيه مم. وتخصيص مكتب له وتشكيل لجنه عليا للاشتراكات والعضويه والشؤون القانونيه برئاسته وتفويضه في اختصاصاتها فتم سحب كل القرار ده بالثلاث عناصر اللي فيه مم. هو بقى هو والعدم سواء آه. وبالنسبه لمخاوف الاستاذ مرتضى منصور بتحديد شخص معين يحضر استلام متعلقاته من النادي بشكل رسمي آه. طيب آه آه يمكن حضرتك قلت الاثار القانونيه هل في اثار قانونيه مترتبه على لا القرار لا لا عش عشان ما يبقاش في تضارب ما آه. يبقاش في صدر قرار من اللجنه دي آه. آه يتعارض بعد كده مع قرارات المجلس آه. فهي اي قرارات خاصه باللجنه دي تعتبر لاغيه آه. آه القرار ده معناه ان المستشار مرتضى منصور حتى لو في مجلس اداره جديد هو موجود جوه النادي بمعنى ايه؟ يعني لو ما كانش حضراتكم يعني سحبتوا القرار ده من حق المستشار مرتضى منصور كان يبقى موجود جوه النادي حتى لو انتم موجودين؟ لا مش موجود جوه النادي بس يعني آه. ما ممكن تبقى في لجنه يعني قرار ساري آه. ساري بقى انا بفهم معاك بس يعني ليه سحبتوا القرار ده يعني هي دي النقطه اللي انا عايز افهمها ان ممكن اللجنه دي ما هو طالما قرار ما هو كان مجلس اداره ساعتها وقتها قانوني وجلساته قانونيه فممكن يبقى يصدر قرار تبقى ساريه فطبيعي ان انت كمجلس جديد ممكن بتوقف قرار او بتسحب قرار قديم عشان ما يبقاش ساري في وقت ما. اه يعني كده حضرتك بتقصد ان في ممكن قرار يعني هو كده مش يعني فقد الرئاسه الشرفيه آه. او مش الغاء ما ما قرار خاص بالرئاسه الشرفيه الغاء اللجنه دي اساسا ما بقت هي ما بقتش موجوده. امم طيب عشان ما يحصلش تضارب يعني طبعا في اي اختصاصات. اه يعني قصدي حضرتك كده ان برضه هناك ممكن بعض القرارات ممكن تصدر من مجلس اداره نادي الزمالك في الوقت القادم او في الوقت الحالي بخصوص المستشار مرتضى منصور ممكن تسحب بعض القرارات اللي اخذها في الفتره اللي فاتت يعني لو ظهر حاجه تتعارض مع اختصاصات المجلس اكيد ساعتها هيبقى في تصدي ليها امم مفهوم مفهوم استاذ احمد انا بشكر حضرتك عفوا كابتن انا سعيد معانا دايما استاذ احمد سالم اتفضل اتفضل كابتن استاذ احمد كابتن رضا عايز يسال حضرتك سؤال اه حضرتك ان ان انتم بعتوا لاتحاد الكره وقف للثلاثي بالذات اللي هم منضمين اه فتوح وزناري فتوح وصبحي اه, فتوح الصبح يعني. آه. مم. لو جه رد ان الناس دي ضربت القرار بتاعكم عرض الحائط ايه العمل؟ ساعتها المجلس هيجتمع وهيكون لي رد رسمي لان هو هيروح المره دي لقرار الايقاف مسبب مش قرار من مجلس الاداره عشان المره اللي فاتت المره اللي فاتت لما حصل قرار الايقاف مجلس الاداره ما لم يتم افطار اتحاد الكره كانش لسه حصل تحقيق وقرار لم يكن مسبب، القرار لما بيجي ليه اسباب ولجنه قانونيه وبيعرض عليهم، هم لو طلبوا نتيجه التحقيقات او طلبوا الاطلاع على التحقيقات اعتقد ان مسؤوليه يعني تربويه او يعني م. تخص اتحاد الكره واعتقد هتهمهم. طب وتفسيرات حضرتك لتصريحات فيتوريا عن الموقف نفسه حتى لو كان في امور خاصه بالنادي ومشكله اللاعب مع النادي، ان الراجل بيقول لك انا في المنتخب مصر انا يهمني فريق المنتخب مش الانديه. وبالتالي بص انا سمعتها بشكل مختلف شويه مم. هو في وسط كلامه قال ان هو بما معناه وكان القوس مفتوح يعني هو لسه مم. القرار لم يتضح بالنسبه له فاتمنى لما يتضح بالنسبه له ويبقى في امور انضباطيه خاصه باللعيبه الثلاثه ويطلع عليها ويتاكد منها مم. يكون ليه موقف ثاني اعتقد يعني. طب وقدر ان هو ما خدش الموقف ده كتربوي ان هو الراجل اخطا اللي هو سواء فتوح وصبحي وهو صمم انه ياخدهم دي حاجه هيرجع الامر تاني, تاني لمجلس اداره نادي الزمالك وهيبقى في مخاطبات بينه وبين مجلس اداره اتحاد الكوره طب وانا عايز اقول له يعني حضرتك ان انت في ماتش الجزائر الاخير كنت بتلعب محمد حمدي على فتوح وما شفناش محمد صبحي خالص في في الفتره الحاجات حاجات بسيطه ويمكن ما شفناهوش كمان في الماتشات فانا يعني انت مصمم تاخدهم ليه وهم ما بيلعبوش اساسيين هل ده عندي في نادي الزمالك وجماهيره ولا كتبنا مش يعني ما اعتقدش ان في بين نادي الزمالك وبين فيتوريا اي حاجه بص بس بص يعني هو الراجل اتكلم من وجهه نظر فنيه ساعات الامور الفنيه بتبقى اختصاصه ولكن في اعتقد جهه اعلى منه اللي هي اتحاد الكوره هي جهه اداريه صحيح هي اللي بس خلي بالك كابتن هو موقفه في الماتش اللي فات اللي هو بتاع تونس ده وما حدث في الوقت ده خاص ب في بعض اللاعبين من النادي الاهلي راحوا للماتش لل... 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 بتاع اتحاد العاصمه لو تفتكر والناس لمته ما بعد ماتش تونس مش عشان خسرنا ايوه لمته لمته اه لمت الناس لمت الراجل فقال لك لا انا ما انا خسر. هقوله هيمشي مع المشكلة المشكله الاهلي خسر البطوله مم. هي المشكله دلوقتي في صوت يعلق يعني فوق صوت مصر؟ اكيد لا انا ما عنديش ما عنديش مشكله الاهلي على عيننا وعلى راسنا والزمالك على عيننا وع... واي فرقه بتلعب في افريقيا على بس منتخب مم. مصر اعلى من الكلام ده فهو القرار ده لو حد من لعيبه النادي الاهلي والنادي الاهلي هو اللي خد القرار ده هل كان يضمهم ده السؤال ده مش طبعا الأستاذ احمد ده ده بقى بوجه عام. بس عين. ما توداش للحته دي يا كابتن لان في الاخر هو يعني ما دام اخذ القرار هنا بنفس الشكل هياخد القرار الشكل طب ما القرار ليه؟ ان لعيبه الاهلي لا ده كان جزء خاص بماتش كابتن ده, ده, ده جزء منسباش تربوي منسباش خاص بنادي الزمالك بقى 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 المبادئ يعني ما تتجزأش كده. طب هقول لحضرتك حاجه دي ما نفعش الاحداث هو الراجل ساب المجال الحديث مفتوح قال لك انا لسه الرؤيه مش واضحه قوي في الايقاف لما يروح القرار بمسبباته بصوره من التحقيق ساعتها نبقى نتكلم وفي جهه اداريه اسمها م. مجلس اداره اتحاد الكوره ممكن قرارها اصلا يبقى هو الاساسي في وضع زي ده مش القرار الفني يعني مفهوم مفهوم بشكرك استاذ احمد نورت وشرفت طبعا استاذ احمد سالم تسلم. تحياتي لحضرتك يا كابتن رضا حبيبي الاتحاد الرسمي باسم نادي الزمالك الحقيقه وحديثه عن قرارات مجلس الاداره انت عايز يعني كابتن لا انا عايز العدل في كل اصل انت بتدخل نادي الاهلي ليه دلوقتي أنا الموضوع دلوقتي اسمعني بس. ده انت اللي دخلته لا. انت اللي انت قلت انت اللي قلت الاهلي, اللي قلت الاهلي. حبيبي انت لما قلت كام في أنا ماتش انا قلت الاهلي. لما الراجل انا ما حصل ده في الاهلي. ماتش تونس ها زعل واتضايق ان الناس بتحمله فخلاص انا في في ال... انا دلوقتي انت اللي ثانيه واحده انت اللي جبت رصيده فيه وكابتن أنا. حازم امام قال لك ما فيش حد خلاص هيخرج وقرارات الراجل هي اللي هتمشي، رحت انت قلت لو حصل نفس موقف فتوح انا مالي يعني انت ليه وديت الجزء الفني وخروج اللاعبين من جو لجزء فني خاص بالاودية؟ انا, أنا التربوي ممكن يحصل عند النادي الاهلي بس انا لقالي فاكر بنفس الكلام شاك. كويس قبل ما اتطرق لدي قلت أه. لك لا صوت يعلو فقلت صوت منتخب مصر صح؟ ايوه وقلت لك الاهلي ساعتها عنده بطوله على عينه وعلى راسنا اي فرقه في في مشاركه في افريقيا مم. على عينه وعلى بس ده منتخب مصر وانت عندك ماتش النهارده وفي بعديها اربع ايام ممكن اللعبة تعمل استشفاء عادي تمام خلاص بقى. هو الراجل وافق في الوقت ده بس فنيا قال لك خلاص ما م... عنديش مش... مشكله سبت لك اربعه وخدت اربعه هو ما يقدرش يقول للنادي الاهلي لا ده من الاخر طيب ده ملوش دعوه بموقف فتوح للموقف فتوح مختلف موقف. تماما لا انا لو لو انا بكلمك لو, لو يعني انت مثلا فاكر مره أوه. من المرات ابراهيم حسن اتوقف المنتخب وقفه ما لعبش حسام حسن اتوقف في النادي واتبلغ المنتخب واخد بالك ما لعبش في المنتخب مم. فيبقى لازم في احترام كل يعني. مجلس اداره في اتحاد الكوره مختلف عن تاني, في تاني الله كيار. اكبر الله اكبر وتحيا مصر انت كده جبت <applause> <applause> انا مش هتكلم تاني بقى خلاص. <applause> صح ولا انا غلطان؟ لا غلطان انت بتفكر زيي؟ انا بفكر زيي <applause> حبيبي لا دي قيم بص ماشي قيم ومبادئ في ايه؟ بص هقول لك على ف... حاجه انت عارف لو فتوح قال لهم قبل الماتش لا انا مش داخل معسكر من انما ما تتحطش اسمك وتبقى راجل اساسي بكره وتيجي تروح المعسكر وتسيبه وتمشي وتقول لك استنى ليا فلوس. ده مش مقنع لا طبعا اللي عمله فتوح كابتن بس لا يعني احنا انت كنت من لو ده في النادي الاهلي الاهل ايا غلط غلط يعني. ايه ده؟ لو اي لعيب في النادي الاهلي عمل التصرف ده هترضاها؟ هو اصلا ما اللعيبه بتاخد فلوسها يا كابتن لا أنا على طول ما أت... لا فيش لا حاجه ناقصه في الاهلي اصلا حبيبي يعني. ما جيت فتره من فترات برضه اللعيبه كانت مزمزمه انا يعني انا هقول انا موقف شخصي انا بالنسبه لي كمان انا سبت النادي الاهلي وسافرت رحت تركيا وكان ليا مكافاه دوري كابتن عماد الامام قال لي ابعت فاكس بس انت عايزه كابتن خدت فلوسي وانا بره وانا سايب النادي فالنادي الاهلي انت عارف وانت عارف اكتر مني لا والله ايه ما خدش فلوس امتى ده بقولك لك بعدين بقى طيب هرجع عشان الناس تقعد تقول لك ايه تاني اصل <applause> هو والله ده مكان المقصود خالص بس انا فعلا ليا فلوس في النادي الاهلي وما ما معقوله مع عمرها طب. ما حصلت والله مستغرب ان انت بتقول ده يا والله فعلا مستغرب طب قول يمكن الفلوس ترجع لك دلوقتي ما بيسيبوش يعني حاجه طبعا للسوق خلاص بقى ما كل مجلس وله تبعياته و... وله تفكيره واراءه والكلام ده <applause> معرفش ده حاجه غريبه بالنسبه لي الصراحه لا والله لا. طيب هرجع لك للنقطه اللي كنت بتتكلم فيها بالنسبه أوه. للمدربين اتكلمت على فايلر وان انا معاك ان فايلر واحد من المدربين الحقيقه الهايلين وحتى الان جماهير النادي تشهد بيه طب انت عندك مدرب دايما بتشكر فيه وما عملش اي انجازات يعني فايلر عمل انجازات مين اللي اخد الدوري من مبد... بدأ تكيس طب انت ما... ما سيكون... انجاز عمله مع نادي وفريق مع... ما... ما انت ما هو انا عشان كده كنت برجع لك للنقطه يا دي يا جدع اتكلم كوره صح بقى اتكلم كوره صح انا بتكلم والله العظيم والله العظيم شفت سان داونز اللي هو بعبع افريقيا دلوقتي اقسم بالله لو هو تكيس ده ماسك النادي الاهلي او منتخب مصر او الزمالك بس ايام ما كان فيه لعيبه بن شرقي والكلام ده اقسم بجلاله الله كان هنايم افريقيا من العصر الموضوع مدرب فكر يعني مدرب. فكر فكر مدرب يعني ماكوينا ده مدرب سان داونز لو مسك الاهلي و... والزمالك يعمل كده هياخد فتره لسبب لانك انت عندك لعيبه كبيرة اللي اللي عايز الانديه الكبيره دي لا اسمع بس الانديه اسمعني بس اسمعني لان عايز يعمل احلال وتجديد عشان اللعيبه تعرف تباصي انت مم. لغايه دلوقتي افريقيا كلها بدات تلعب هو الجون بتاع سان داونز بيعمل ايه؟ بلاش الجون بتاع سيمبيا سامبيا ده ولا اسمها ايه؟ سيمبا 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 ايه؟ سيمبا تنزين اه الجون بتاعها لما الكرة بترجع له بيعمل ايه؟ مم. شوف الفرق بينه وبين الشناوي، شوف الفرق بينه مصطفى شوبير أنا بقول لك يلعب ليه؟ مم. لأن هو الوحيد اللي بيلعب الكرة الحديثة ماشي ما هو ال ال الجول كيبر مش لازم يكون يعني كل لا الحاجة. دلوقتي اسمع بقى عشان آه. تتكلم كرة صح لا أنا معاك صح لازم يكون بيلعب دلوقتي آه أساسيات, أساسيات, أساسيات خطط المدربين حارس المرمى اللي يفرق معاك سما وأرض، بص على السيتي بص على برشلونة كل الم... كل الحراس كل يعني. الحراس دلوقتي بس دي مشكله مدرب بقى انا بشوف ان دي مشكله مدرب حراس لا يا حبيبي ان انا ب... دايما حبيبي. بصر بس. معاك انك تشتغل حبيبي. كوره حبيبي. على الارض حبيبي. وتلعب وتديله مواقف معينه كمدرب حراس اللي هو ميشيل يمكن يعني بس. لو بتتكلم مع ماشي ده يوصلك لقمه البدني م. الرشاقه والمرونه ده ده مدرب الحراس واخد بالك اه ماشي هيقول له اعمل بس دي بتعليمات بقى من كولر ان يمسك الكورة ويباصي ويعمل والكلام ده، طب اشمعنى مصطفى شوبير بيعملها والشناوي ما بيعملهاش؟ عشان هي إمكانيات. م. هو ده عنده إمكانيات ده ما عندوش إمكانيات بس. م. إنما أنت لو عايز فعلاً تخلي الكورة في النادي الأهلي أو في نادي الزمالك ابدأ من ورا. اللي هو تجيب تكيس. لا ده ده جوارديولا آه. أعظم مدرب في العالم هو بيعمل كده ولا ما بيعملش؟ يعني. هو اللي علم العالم ده كله كده ولا لا؟ مم. فدي الكره الحديثه فانت لازم تمشي تت... انما انت دلوقتي بتيجي لياسر ابراهيم بيشلد رامي ربيعه بيشلت مش عارف مين بيشلد هو مم. الوحيد اللي بيحطه على الارض عشان يلعب كوره هو علي معلول انما الباقي اخلص شيل حتى لما بترجع للشناوي شيل واحده ما ينفعش مم. فانت عشان كده ما بتلعبش كوره ماكوينا ده اللي هو بتاع صن داونز ثلاث قوته في حارس المرمى مع انه ضعيف في الاوفرات والشوط عليه والكلام ده بس هو قوي جدا في حته ان هو يمسك الكوره ويخليك على الماتش تا... بتاع الوداد اه طبعا ايه رايك ايه رايي اه ايه اللي راي ده المنفضين الوداد الوداد قدر ان هو السنه اللي فاتت يلعب آه لذكاء شديد وطلعهم في الدورة أبطال ماشي طلعهم هم السنه دي تعلموا اتعلموا لا 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 زي امبارح امبارح آه. هو الوداد بيلعب على كوره طويله مم. واخد بالك يا اما عرضيه خطا منهم بس ما هو اللي جه اللي هو سبب خروجهم مم. ده بتاع داونز اللي جايبها و... يعني مش فرويد ولا باك ولا نص ملعب هم كانوا محظوظين محظوظين لان هم التانيين بتوع داونز كانوا بيفكروا في ماتش الأهل والله اسمع الكلام ده عشان الكلام ده كبير قوي محدش ياخد باله غير الراجل الكبير قوي هتاخدوا بالكم بعد عشر سنين أيوة. اسمع بقى <applause> هما لعيبة سان داونز جابوا جون آه. فضمنوا المكسب خلاص فاتفاجئوا ان هما تعادلوا قرصوا آه. شويه جابوا جون في الدقيقه 83 صح تمام واخد بالك فقال لك خلاص الماتش خلص فبرضه بيفكروا اكتر في ماتش الاهلي اللي هو ده في دوري ابطال عشان بس الناس تفهم أيوة آه. انت بتتكلم على ايه واخد بالك فهم التانيين اجتهدوا عملوا كام عرضيه هوب راجل جابها في نفسه آه. واخد بالك انما مش تكوين بالنسبه لشخصيه فرقه بتلعب كره هات هات يعني هل اختلف اداء سان داونز في مباراه الوداد السنه اللي فاتت عن ادائهم السنه دي في نفس الاستاد اه إيه, بق... إيه, 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 ايه ايه الخبره او ايه اللي حصل اخر 10 دقائق ايه عملوا ايه يا كابتن عشان بس اني ما اخش فيهم جون زي السنه اللي فاتت اه سواء بقى غلطه سواء كرم ف... بدليل ان هي ابتدوا يضيعوا وقت ايوه ماشي إيه يعني هو إيه؟ هو الوقت ده مش مشروع في الكوره طب انت كنت فين التسجيل دقيقة بس فرقه أ... بتلعب كوره بالشكل ده لما... ليه تضيع وقت؟ اضيع وقت عشان ان انا ممكن ما اضمنش اتلسع اللي بيتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي. امم فاهمني؟ فهم اتلسعوا السنه اللي فاتت فخد... في خدوا خبره قصدك يعني بالظبط كده اموت آه. اللعب بقى طب انا مش هجيب جول، طب انا اعمل ايه؟ اخلي الكوره دايما في نص ملعبه مد... ايه هو ده عيب؟ لا طب ما كل الفرق اللي اصلا شمال افريقيا بتعمل كده أوه. مع الاهلي ومع عملوا مع ومع الوداد زي ما عملوا مع الوداد عمل معاهم قبل كده بالظبط كده أوه. فانت دلوقتي انا دلوقتي كسبان طب اجازف ليه؟ واخلي نخش ونخش بقى الوقت اضافي م. وما نضمنش طالما وخلي بالك الفرقه م. لما كعبها يعلى على فرقه وسع واخد زي صن كده مع علي النادي الاهلي فوسع مهما عملت واخد بالك الا في حاله واحده بقى م. يجي لك مدرب زي تاكيز ده يخليك تلعب بلد. كرة معاهم اقسم بالله ما يخلوهم يعدوا نص الملعب اقسم بالله بامكانيات اللعيبه الموجوده ولا لازم يغير بقى زي ما انت بتقول حد بس يكون بيعرف يلعب سواء في حارس المرمى والاثنين اللي هم الاساسيين اللي هم جنب عبد المنعم واحد بس يكون زي مم. محمود متولي يبقى محمود متولي وعبد المنعم هتلاقيك راكب الجيم أوه. فانت بتكيس اللي قاعد في بيته ايه تكيس اللي قاعد في بيته ما انا مهما هتكلم انت بشا... انت انت عندك كولر ده اللي هو اصلا راجل جاي مع كل الاحترام فكره قديم قوي وانت فرحان لي بيه اصله بيدور اصله هو بيطور طور مين ده انت وقع حسين الشحات اللي هو كان نجم مصر حصل حسين الشحات ده مش ناهي احسن لعيب كره في مصر ما دي مسؤوليه لعب انا بشوف ان دي مسؤوليه لا يا حبيبي والله مسؤوليه لا لا, لا 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 ما انت لما تجيب رضا فليم بس مش عايز اتكلم على حسين في الوقت ده لان مسؤوليته ان هو وصل لمرحله من التوب فورم هايل جدا مع نفس المدرب لا لازم خلي يكمل خلي بالك الشكل لكن انا ما اعرفش طموحه الرغبه اللي عنده عشان يكمل بنفس الشكل اللي عامله ازاي دلوقتي بص ها. هو في اعلى مستوى له اه قعده في ماتش اللي هو الاتحاد العاصمه حصل ها ولعب رضا سليم حصل ها. تمام جه بعد كده ما بقاش يعتمد عليه الاعتماد اللي هو كان بص يا فاروق اللي عمل الشكل السنه اللي فاتت للنادي الاهلي ها. وكسبوا كل البطولات هما الاثنين حسين الشحات وعندك بيرسي تاو وعبد القادر لما بيبقى موجود وفاي يعني اي حد عنده حلول مم. هو ما بيحبش اللعيبه دي واخد بالك بدليل ان السنه اللي فاتت في ماتش ريال مدريد اللي انا لسه هفضل أقولك عليه احسن لعيب في ال22 كان حسين الشحات قام يطلعه ونزل طارق فاختلف الاداء من فرقه بتروح للجون وبتضيع وممكن تجيب جون في اي وقت آه. للفرقه الثانيه اتنقلت في ال18 بتاع ممكن عملت التدوير دي يا كابتن يشتغل بيها في الماتشات اللي جايه كمان بعد في زي ماتش الجوله كده هو ما بيدبرش لكل اللعيبه بص آه. يعني انت دلوقتي التدوير دي ليها حسابات قصدك بالظبط كده آه. انت دلوقتي دلوقتي في الوقت الحالي في لعيبه تعبانه مرهقه زي مثلا ديانج وزي آه علي معلول محمد هاني ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم والشناوي واخد بالك دولت بقالهم فتره بيلعبوا على طول منتخب والنادي الاهلي والتمارين لسه كمان في بدايه موسم لا ما هم خلي بالك هم لاحمين بالضبط انا عارف اه ما مريحوش فانت مم. اعمل التغيير واحده واحده يعني انت اديت شوبير الماتش اللي قبل اللي فات كان وحش ولا كان هايل كويس ده في واحده يا جدعان توقع ان محمد عبد المنعم هيقلش وقلش طلع وهو لو ما طلعش الراجل كان هيجيب جون بتاعه لا واخد قرار ان هو يطلع في حتى في كرة كان عبد المنعم مستني ان هو مين ياخد مين يعني هو ولا شوبير شوبير اخد القرار بان هو يطلعه ما استناش واخد بالك ده الفرق بقى بينه وبين الشناوي الشناوي بيفضل واقف شويه مستني ان يعني لو لو هو مكان شوبير في الكوره دي كانت الكوره دي جوه في كوره شبيهه حصلت ما بين الشناوي وعبد المنعم في ماتش سيمبا ايوه اللي الراجل حطها بره ده ده, اتعمل كمان في ماتش المقاولين المهم م. يعني فاحنا مش عايزين ن... فانت طور اللعيبه يعني انت مثلا تدي لحسين الشحات وهو في اعلى فورمه وتيجي اخر 10 دقائق ربع ساعه تطلعه ونزل رضا سليم ياخد احساس الملعب واحده واحده آه كريم نيدفيد اللي انت ظلمته ده ياخد الاحساس واحده واحده اشمعنى بقى مودست ده عمال تديله بقالك ثلاث ماتشات وقتلت آه صلاح محسن وانت اتكلمت فيها امبارح طب ما انت رايح في ماتش ضرب نار ومش هتهاجم ولا عندك فكر ان انت تهاجم ولا ايوه ولا عندك رؤيه ان انت تهاجم انت عايز تطلع باقل حاجه يبقى انت في الحاله دي في الحاله دي يبقى ما تحطش المشانق لصلاح صلاح محسن ليه صلاح محسن لو انت عملت له ثرو والتاني وراح وضيع اقتله واخد بالك قعده طول الموسم لان خسرك بطوله انما المشكله كلها ان الراجل الكره الوحيده اللي جمهور الاهلي ماسكها والنقاد ماسكينها والمحللين ماسكينها ان جاي بيعملها بالشمال لرضا سليم جت وراه تريد اولا هو صلاح محسن اشول عشان يعملها له مظبوط طلعت وبعدين ما كانتش هجمه واعده ولا ده كره ناحيه الليفت آه. لسه واخد بالك فاكرها فاكرها يا كابتن فاكرة. هي دي الكره الوحيده اللي جت بس مودس كابتن يعني مستواه بيتحسن ماتش الماتش والله ما هتكلم هو أنتوا لازما لا يعني الماتش ده غير الماتش اللي قبله اه يعني بص هو لسه ما وصلش المودس احنا بالله عليك وانت في سنك ده وانت في سنك ده انا صغير لسه ايوه لا يعني انت انت بطل بالك قد دي لو لعبت الماتشات بتاعه مودس دي هتجيب كام جول بطريقه النادي الاهلي دي تجيب كام جول طب بلاش و... يرفعوا لي بس ب... يا راجل ده انت لو... <applause> ده في كوره جات له الاخيره اللي شاطها في جسم الراجل ما عندك الزاويه فاضيه حطها كده فاكر اللي في اخر الماتش بتاع بونا ايوه واخد في ماتش سيراميكا كله بطرة قلش اتنين في السكس ياردة وتقول لي بتحسن. انا كنت عايز اكلمك على يعني بخصوص الكرات اللي انت بتتكلم عليها شالوا يا كابتن في ماتش سان داونز الكرة الجول الاولاني الجو اللي جه ده, ده 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 راجل باللعيبه بدماغه بالدماغ. ما حطهاش في القبل حطها فوق لان في واحد دخل شماله وواحد دخل جول كيبر فرح تشيب بسيط ايه اللي حصل؟ فرود وبقاله قد ايه؟ ده مصاب ولسه راجع ده بقاله فتره مصاب واخد بالك دي الفرود اللي انت بتتكلم عليه ان يعني في امور ممكن لازم عينك تبقى مفتوحه على المرمى وتبقى حافظ بلاش في ماتش المقاولين ها كره جايه له وانت اللي عندك مرونه ولا رشاقه وجسمك واقف عايز تعملها باك باكورد ازاي ده انا قمت ضربت ابني الدماغ احط الاول خد الحساسيه وهات الجون الاول ببط رجلك بعصبه رجلك هات جون طب هو جاب جون يا كابتن اهو الحساسيه هترجع اهو يا راجل انا لو الكابتن علاء عبد العال ما الراجل اللي هو ترقص الترقيصه دي انت باك عينك على الكوره ولا مش عينك على الكوره؟ لما حل. واحد حل. ايوه ما واحد قد جدي حل. انت عارف بقى لو مم. هو لعيب بقى هيقوم جاي حاطه في ظهره وياخد الكوره ويعمل بيها هجمه انما انت اللي هو بقى المدافع ما بيلعبش على الكورة ولا عينه على كورة ويجري على طب ازاي ده انت اخر واحد تبيع نفسك بالشكل ده يبقى انت مش شايف الكورة فعشان كده وبعدين عاملها ضعيفة واحمد برضو اسمه احمد ايه مسعود ولا مسعود هو احمد مسعود برضو هو بس غصب عنه ان هي طبت طبت يعني هي اتلعبت مش حلوة قصدك كمان اه ضعيفة جدا والله بس هو بقى حظه ان يجيب جون جاب جون طب واحد زي ده آه. واحد زي ده لعب كم ماتش قول لي لعب كم ماتش؟ خمسه مثلا خمسة يا خمسة. عمي خمسة. مفروض عم ثلاثه المفروض اقل حاجه يكون عنده ستة جوان بس صح ولا غلط؟ طب ممكن اسالك سؤال سالته للضيوف امبارح هدف مودست يعني مودست جابوا هدفين لغايه دلوقتي وسامسون جاب هدفين لغايه دلوقتي هدف مودست افضل من هدف سامسون في ماتش بيراميدز ولا آه. هدف سامسون افضل؟ سامسون افضل لسبب اه قول لي بقى فنيا اه لما استلم الكوره من محمد طارق ولا من مين مين اللي حط له الكوره عشان الاثنين محترفين يعني انا سؤالي عشان دول اثنين محترفين لك بس هقول لك في بعض أوباما الانتقادات لده وبعض الانتقادات لده بعد ما هو عملها لاوباما ثروبا شوف اتحرك ازاي وبعد كده اتعملت له شوف السلم ازاي وفي واحد وفي الجون وفي واحد واقف في الجون وقام جاي حاططها من تحت طب ده محترف افضل من سامسون ولا سامسون افضل منه؟ انا شايف سامسون ده بص مع ده ده اقسم بجلاله الله ما يتقارن باي حد في الدرجه الثالثه يعني انت لو جبت كل فراوده الدرجه الثالثه يبقى احسن منه بس عشان لابس فانيله النادي الاهلي لازم كله يطبل وكله يقول لك ده صفقه ما حصلتش وصفقه ده, ده لاعب خمس ايه ده كابتن بترفع اللعيب يا حبيبي الفانيله يعني فوق دماغنا آه آه. والنادي فوق دماغنا آه. بس انت قول الحق بتاع ربنا ده لا يصلح انه يلعب في النادي الاهلي هو النادي الاهلي اخره يجيب ده ده انا بقول لك طب إن... اصرار المدرب ان هو يلعبه كابتن ليه من وجهه نظره؟ عشان هو اللي جايبه مم. فعايز ينجحه مم. بس هينجحه ويموت نص جماهير الاهلي طيب. عشان ينجح تسمح لي نطلع الفاصل اتفضل نطلع الفاصل ونكمل مع كتر ده بتسعى الأندية المصرية لاستغلال فترة التوقف الدولي للتجهيز لانطلاقة مواجهتهم في دور المجموعات بالبطولة الإفريقية فهيشارك الاهلي وبيراميدز في دوري الابطال وهيلعب الزمالك ومودرن فيوتشر في الكونفدراليه فيستضيف بيراميدز نظيره مازيمبي الكونغولي في القاهره في اولى جولات دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا يوم الجمعه 24 نوفمبر الجاري في تمام الساعه السادسه مساء وتقام مباراه الجوله الثانيه يوم 2 ديسمبر لما هيحل ضيف على نظيره نوازيبو بطل موريتانيا وبيلعب بيراميدز ضمن المجموعة الأولى اللي بتضم كل من مازيمبي وسان ونوازيبو وهيلتقي الأهلي مع نظيره ميدياما بطل غانا يوم السبت 25 نوفمبر في التاسعة مساء في القاهرة في أولى جولات الفريقين في دور المجموعات وهيخوض الأهلي مباراة الجولة الثانية خارج الديار أمام يانج أفريكانز بطل تنزانيا يوم السبت 2 ديسمبر وبيلعب الأهلي ضمن المجموعة الرابعة اللي بتضم كل من يانج افريكانز وشباب بوليزداد وميدياما اما في الكونفدراليه فهيبدا فيوتشر في مشواره في دور المجموعات بمواجهه سوير سبورت يونايتد يوم الاحد 26 نوفمبر في القاهره قبل ما يخرج في مباراه الجوله الثانيه لمواجهه الهلال الليبي يوم 3 ديسمبر وبيلعب فيوتشر في ضمن المجموعه الاولى اللي بتضم كل من سوير سبورت يونايتد الجنوب افريقي والهلال الليبي واتحاد العاصمه الجزائري أما الزمالك فبيلعب ضمن المجموعة التانية اللي بتضم كل من أبو سليم الليبي وسجرادا سبرانسا بطل أنجولا وكويا الغيني وهيبدأ الأبيض مشواره يوم الأحد 26 نوفمبر بمواجهة أبو سليم في القاهرة من مع حضراتكم كابتن رضا عبد العال كابتن رضا يعني هرجع للاهلي ثم هنتكلم عن المنتخب مصر يعني الاهلي ومباراه امام الجون الحقيقه هي مباراه يمكن ما اعرفش كولر اكيد عايز ينساها لانها كانت مباراه ممكن ما تكونش بالاداء الجميل بالنسبه للاهلي ولا النتيجه حتى يعني طيب طب قبل ما تتكلم اتفضل هو لولا تعادل الماتش ده انت كنت او اي حد هيقول الكلام ده الكلام ان هو عادل. المستوى من آه. ساعه ماتش اتحاد العاصمه قصدك من بدايه الموسم يعني في تذبذب فيش ماتش الاهلي عمله حلو جدا مم. حتى انا بقول لك المصري اللي هو كسب فيه اربعه كان بيكسب بامكانيات لعيبه مش مم. مش الكوره اللي انت متعود عليها مم. حتى لو هو ما بيقولش حاجه بس مم. كان في لعيبه بتبقى تسيطر تستحمل كمان انت عندك يعني. منافس فتح فتح الجيم معاك وانت ما ينفعش يعني قدام الاهلي حد يفتح الجيم الحقيقه مين اللي هو اللي المنافس المصري اه ده هناك في ماتش المصري آه آه, اه اه ماشي لا انا بكلمك بقى دلوقتي على الجونه اه انت دلوقتي يعني الف في كوره هتلعب الجونه الجونه هتلعب ايه وتحديدا مع كابتن علاء عم اه عم هو متمكن جدا في طريقه اللعب اللي هو من الزون ديفنس اي حد, حد أه اي حد هيلعب الجونه بيبقى عارف ان الكابتن علاء هيعمل ايه زون ديفنس وهيبقى عنده الحته الدفاعيه اكتر من الحته الهجوميه ما بالك كمان بيلعب النادي الاهلي يبقى انت المفروض تمرن لعيبتك على كده حتى في تغييراتك كمان يعني انت نزلت اثنين اه بيلعبوا ناحيه كريم فؤاد وبرسي تاو حصل وانت جاي في الوقت ده اتلخبطت وانت جاي مطلع حسين الشحات حسين ده مش ممكن يجيب لك جون في الدقيقه الاخيره في الوقت الضايع زي ما كان بيحصل طب ليه انت ما تشدش حد من نص الملعب وانت شايف ان الفرقه ما بتعديش نص الملعب خلي رامي ربيعه اللي ورا وياسر ابراهيم واخد بالك وانت كس في الحته الهجوميه في واحد اتطرد ما تدخلش ليه ما استفادش الاهلي بالطرد الحقيقه ما حسيتش ان عشان تدل... هو ما عدلش طريقه اللعب يا فاروق انت دلوقتي واحد اتطرد يبقى قالب في كرة لازم العب باثنين رصد حرب على طول في الحاله دي لازم واحد من نص الملعب او من على الاطراف هيخش لجوه يبقى كده فضلك ايه نص الملعب فانت تسيطر وانت في الوقت ده محتاج افشه ومحتاج واحد زي طاهر يلعب جنب بيرس مودست واخد بالك لو انت كثفت الهجوم من الحته دي اتنين راسات حربه واحد ناحيه الرايت اللي هو بيرسي تاو وناحيه الليفت حسين الشحات ودفيندر اللي هو ديانج واخد بالك وقدامه قفشه وعندك الباك ليفت والباك رايت والله تكسب الماتش مستريح ان هو ما عملش كده هو ما عملش كده فعشان كده يعني بصراحه من ماتش المقاولين ولازم تحط ايدك على قلبك من ماتش سيراميكا بطرة لازم تحط ايدك على قلبك. م. هتقول لي المقاولين هقول لك لا. <تصفيق> <تصفيق> هيواجه صعوبات الاهلي دور في دوري ابطال لو مش على كده. المجموعات او لو دور يعني المجموعات دور المجموعات لو مشي على آه. كده وبالتاليف كده يعني لو فضل يالف كده المستوى هيبقى اقل قا... وخلي بالك كل ما انت ماشي هتوقع يعني دلوقتي انت وقعت حسين الشحات وقبليه كان احمد عم قادر ودلوقتي انت بتوقع قفشه. تاني بعد ما بدا يقوم يقف هو مين اللي جايب الماتش اللي فات الجون المكسب سيراميكا يعني الف في كوره زمان انت خليت محمد طاهر محمد طاهر يلعب الثلاث ماتشات عشان جاب جون في ماتش المقاولين ما تدي قفشه ما هو اداله كابتن في البدايه حبيبي ما غيروش اه أنا ما غيروش أوه. لان انا مش ضامن الم... انا هو قفشه طلع والنتيجه كام؟ واحد واحد واخد بالك؟ سيبه يعمل لك جون يجيب جون انت محتاج حد زي ما اعرفش خلاص مش انا مش طالع انا مش هطلع تاني والحوارات دي خلاص الراجل قال لك مين قفشه ما اعترض قبل كده على الخروج خلاص الراجل عرف غلطته ماشي ما اعترض مم. بس يعني انا سيبك منه واعترض أو ما اعترض مم. الملعب محتاجه ولا كان لا كان محتاجه بس أي. يعني راجل فرق معايا مم. فانا المفروض ان انا اديله بيعرف يجيب جون بيعرف يعمل جون مم. فانت عايز النوعيه دي واخد بالك بس مم. فانا يعني الـ الـ مش الماتش ده للأهلي بس هو عشان كان بيكسب كان كله بيتدارى كله بيستخبى اه مم. كسب المقاولين خلاص الما... لا في اخطاء في ماتش المقاولين كسب سيراميكا كله بطرة في اخطاء في ماتش سيراميكا طب سؤال يا كابتن انا هساله لك وبعد كده هاخد منك التقييمات هل كولر وهو بيعمل الروتيشن دلوقتي لسه بدري قوي على مرح... مرحله الروتيشن؟ اه طبعا لسه بدري أنت حنف يعني اه انت احنا آه. في اول الموسم يا فاروق ما في كوره انا دلوقتي مثلا لعبت الماتشات بتاعت الدوري بالتشكيلة دي مم. ما غيرش فيها لغايه ما اللعيبة لانك انت لسه اللعيبة ما وصلتش للتوب فورم مم. لسه ما وصلتش 100% عشان ان انا اعمل الروتيشن واخد بالك ولا هو بيعملها عشان انا اخد اكتر وقت لعيبتي اللي هي المفروض اساسية او اللي انا بعتمد عليها تكون مستريحة وتيجي في ماتشات المهمة تبقى مستريحة فتلعب صدق بالله اه لا اله الا الله وربنا ما يعرف الكلام اللي انت بتقوله ده هو مم. بيعمل بالبركة ما هو لو مش بالبركة مم. كريم نيدفيد اللي انت موته ده اه صلاح محسن اللي انت موته ده هل مم. ده روتيشن مم. ولا انت عايز توقع ناس بعينها الدي بيس ده اللي هو الباك ليفت ألف, ألف في كوره هو اللي يلعب ولا خالد عبد الفتاح اللي بيلعب باك رايت مم. واخد بالك مم. طب يا راجل انت عايز تريح هات كوكا هنا لان كوكا بيلعب برجله الشمال مم. يعني عايز تريح بقى او تجرب هو ولا كوكا الراجل صاحب العدله بالظبط اللي بيلعب برجله الشمال وخلي بالك في اخر الماتش جه كام كورنر كده للنادي الآلي اللي كان بيرفعهم كوكا كان فيها خطوره مع المعلم بقى مودست لو كان عنده الرشاقه لازم يخطف واحده من دي بدليل ان الكره اللي جات له في الاخر وطبت قدامه دي قال كرة حطها في الضيقه انت بتشوطها ليه تعرف ان هو تمام. دماغه كلمنا عليه خلاص بقى آه بس <applause> طيب ممكن اخد منك تقييمات للماتش ده آه. عشان عايز اتكلم منتخب يعني طبعا ده كان اخر ماتش اتلعب ويمكن حصل وقف للدوري هو حضرتك ما كنتش موجود الشناوي في الماتش ده تديله كام يا كابتن؟ ثلاثة ثلاثة وهاني بص بص بقى الشناوي في الكرة بالذات اللي هي دخلت الجون واتحسبت لو مصطفى شوبير كان رقص لأن الراجل جاي ومد ظهره من بعيد ما تعمل كده م. م. ما كل جوان العالم بتعمل كده مم. ما انا ما اضمنش بتاع سان داونز اي حد اي حد ما انت بص لازم احنا في دوريات بنتفرج عليها لازم اللعيبه والحراس يستفادوا منها صحيح الراجل مدي ظهره يا فاروق انت عارف الراجل مش راح بوشه مم. ده مديك ظهره قبليه ب 10 متر مم. ما تعمل كده طلعه بره وحطها لمحمد هاني ولا مم. لكريم أي, اي حد أي بقى طيب محمد هاني كده محمد هاني اتنين ياسر ابراهيم ثلاثة ربيعة اثنين خالد عبد الفتاح يا أنا هديله اثنين لأن هو اتظلم في الحتة دي ماشي دي مش عدلته كريم ندفن هديله خمسة كوكا ثلاثة قفشة يا كابتن هديله أربعة طاهر طاهر اديله ثلاثة حسين الشحات ثلاثة مودست عشان الهدف اديله واحد ماشي امام عاشور لما نزل ثلاثة ديانجا يا كابتن اثنين كريم فؤاد ثلاثة بيرس تاو ثلاثة ودي بيس نزل في دقيقة 81 بس يعني يمكن لما نزل الدنيا ظبطت شوية الناحية دي تديله كام؟ ما له ثلاثة لأن لأن ده اتظلم ما يقعدش يعني أمم. تدي كولر يا كابتن؟ لا 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 مش عارف ما تحبش تقيم أنت مدربين كولر هيمشي قريب اه ايش يا عرفك؟ أنا بقول لك أهو تبقى اسمع بس زي ما أنا بقول لك ده راجل مجدد ل سنتين كمان يعني غير السنه دي ثلاث سنين اهو هو كمان. دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم مضيع كام بطوله؟ اثنين بس جايب خمسه لا خلاص بقى اللي فات مات مم. انت هتقدر تصبر كجمهور الاهلي ان انت بطوله في اول الموسم تخسرها وبعديها بشهر تخسر الثانيه مستق... انت هتاخد الدوري بص الدوري مفروغ منه مم. لان ما فيش حد هينضحك مم. امال ايه البطوله اللي هتضيع؟ افريقيا لو انت مشيت كده مم. ايه تاني هتخش فيه؟ بس لسه انت عندك لسه اول ماتش في دور المجموعات ما, ما بعد هتوصل طبعاً. دور المجموعات مم. لما هتوصل للفرق اللي هي بتلعب كوره وانت بالشكل ده مم. صعب مين اقوى فريق في في افريقيا هو سان داونز طب انت مش هتقابل سان داونز ممكن لا لو وصلت النهائي هتبقى صدمه والاهلي قوي اقوى فرقتين في افريقيا الاهلي وساند داونز الاهلي بي بي يعني بقى قوي بقى ده بقى الرجاء لا لا لا, بقى لا لا الاهلي قوي لو معاه مدرب والله العظيم اقول لك بعبع افريقيا لو معاه مدرب بجد لان الامكانيات اللي عندك اقوى من سان داونز بكتير خلي بالك الفرق دي بتيجي كانت بتبقى خايفه فرق افريقيا كلها كانت بتيجي تبقى خايفه واخد بالك هم اتجرأوا عليك فعشان كده انت عقبال ما تبدا تتجرأ عليهم تاني هتاخد فتره طيب اللي يخليك تتجرأ عليهم مدرب كرة محترم شفت حبيبك جوارديولا امبارح؟ اه شفت عمل ايه في الماتش؟ ماله يعني؟ تعادل تعادل 4 4 كده هو انت هتجيب الكرة بره زي الكرة لا لا المتشو. انا خلاص انا بكلمك على الماتش آه ماشي بكلمك على ما حاجه ما هقول لك على حاجه بكلمك هو ده يعني اتعادل في اخر دقيقه مضيع كام كوره؟ اه هالاند ده مضيع انفرادين لو موديس ده مش هيجيبه تشيلسي ضيع كتير برضه يا كابتن ماشي بكل كلها كلها انا ببقى هاجم واخد بالك فكلها بتبقى هجمات مرتده كده هو الماتش كان ممتع حلو واخد بالك في كوره في تنفع ماتش الزمالك وبيراميدز لا احنا هو ماتش الزمالك في الدوري هنا وبيراميدز من احسن الماتشات الفتره الاخيره مم. ده ما حدش ينكر بغض النظر بقى عن الاخطاء وان كده بس مم. مم. ماتش تحس لاخر دقيقه فعلا ما تعرفش مين هيكسب فده بقى له فتره يشوفنا لا شفنا الزمالك مم. خلي بالك انا انا هنا معاك باين قلت لما انت بتسالني عشان بس يعني اول مره اعتذر بجد مم. انا قلت ساعتها يبقى كويس قوي لو الزمالك خسر خسر 2 0 معاك فاكر اه فاكر اللاعب و... سمعوا اللي انت قلته ده وجالهم بقى الحماسه يا لا, حد... لا حد يردوا عليه لا حد كان متوقع غير ها. النتيجه دي يعني ان الزمالك اسم نادي كبير يعني مهما وكل بس انا يعني. بقول لك الظروف اللي عندك م. لسه تغيير مدرب ولسه جاي مدرب جديد ماشي اثنين لع ثلاث لعيبه بيسيبوا المعسكر ويمشي منهم واحد اساسي م. صح تمام واخد بالك الفرقه الفرق لها فتره لا في صفقات ولا في فلوس ولا في اي حاجه واخد بالك لا فرقة محطمة وبعدين مصطفى شلبي ما يلعبش خلي بالك لأن مصطفى شلبي الفترة الأخيرة دي هو كلمة <applause> السر في نادي الزمالك ويجي معتمد اللي هو لسه جاي بيقول يا هادي ويعمل لنا تغييرة سحرية اللي هي بتاعت سامسون والتغييرة بتاعت عبد الله جمعة والتغييرة بتاعت عمرو السيسي وبعدين سيد نمار اللي بقاله فترة ما بيلعبش وبعدين كمان ناصر منسي بيعيد اكتشافه من تاني مم. ان هو هداف واخد بالك كل الكلام ده وبرضه بقول لك بعتذر تاني المعتمد لان انا قلت ساعه الماتش في تحليلي قلت ان هو اخطا في خروج آه عمرو السيسي لا عمرو السيسي اللي طلب التغيير ده اللي انا عرفته بعد كده عشان كده انا بقول لك بعتذر له لان بقى له فتره ما بيلعبش وكان مم. حصل شد الاسماء بالكلام. دي كلها كابتن كان في اسماء يعني منهم آه يعني بيتقال ان هم هيمشوا من او ما ينفعش النادي الزمالك لسه مستمر؟ لا أو يعني رايك فيه ان هم يفضلوا ولا ولا فعلا يمشوهم في الفتره بص اللي جايه؟ بص بص جاي؟ عبد الله جمعه لو اتمرن كويس هيبقى باك هيرجع لمستواه هيبقى باك كويس. مم او حتى لو لعبته ناحيه الراي مش وحش بس هو يلت بس هو الانطباع ان هو ما بيلعبش ده يشيلها المجلس والاجهزه الفنيه اللي هي كانت بتيجي متوصيه ده ما يلعبش ده ما... زي سامسون تمام واخد بالك؟ تعالى ناصر منسي راجل هداف انت ليه ما بتدلوش يا عم اقصوريو؟ انت في وقت من الاوقات كنت بتقعد ناصر منسي والجزيري جنبك م. وبتلعب زيزو او بتلعب اوباما. اوباما عمره ما ينفع في... اوباما يجي زي اللي هي اللعيبه اللي هي ايه بتسرق. أوه. اللي هي بتسرق ايه وتلاقيها في ثانيه كده جابلك جول واخد بالك؟ ماشي بس يكون في حد راس حربه. واحد بياخد نظر الناس يا فاروق. واخد بالك وانت دلوقتي محمد فاروق بيلعب راس حربه هيبقى الاتنين مساكين عينهم عليه م. مش هيبصوا للي جاي من ورا واخد بالك فهو ما كانش بيلعب بدي هتقول لي ما هو كسب مش عارف سموحه خمسه ماشي ما مش كل مره تسلم الجره فانت عندك واحد زي ناصر منسي ده واحد زي عبد الله جمعه واحد زي سامسون واحد زي عمرو السيسي ده اللي انا بقول لك لو لا تز... سامسون سامسون ايه سامسونج كنت عمال تقول لي يمشي, و... لا يمشي لا أنا ما قلتش بص... يمشي لا أنت هت... قلت يمشي اسمع هات الفيديوهات يا طلعت هات لي الفيديوهات السنة اللي فاتت طيب لما أنا مم. بتكلم مم. على سامسونج لا أنا قلت لك ياخد فرصة مم. في ماتش سموحة لما لعب وجاب جون وأول ماتش له مم. كله توسم خير راح فين بعد كده محدش يعرف عنه حاجة جه بعد كده ام جاي مديله فين مم. مديله ماتش الداخلية اللي أنت تعادلت فيه وكنت خسران فيه مم. واخد بالك وأنت أصلاً ما رحتش للجون طيب ماشي احنا بندور على الفيديوهات دي لا ايوه لا طلعت هاتها طلعت ما تنامش يا طلعت احنا بنتكلم طيب عمرو السيسي عمرو السيسي لو لعب لو لعب في الحته دي هيتاخد منتخب اسمع بس هو كان بيلعب فين قبل كده يعني ما هو كان بيلعب في الحته دي ما بيلعبش هو بقى له فتره ما بيلعبش وبعدين لما كان بيلعب كان بيلعب جنبه دونجا وهما بيلعبوا على اي يعني كان ساعتها بيلعبوا عشان يعمل التغطية على المسوسي لما يطلع مم. يعني مش حتته تعال تخيل ان ماتش زي ده بقاله فترة ما لعبش ويعمل ماتش بيراميدز ده مم. قدام مين؟ مم. خلي بالك توريه مم. احسن ديفندر في افريقيا ودي برضه علامة استفهام ما كانش ده كان جنبه دونجا برضو كان بيساعده والله ما كان بيساعده ده دونجا كان بيتمشى كأني ماشي في عزة اتفرج على الماتش تاني وشوف الوحيد اللي كان بي... هو طلع ليه؟ لان عمل مجهود اوفر لان هو اللي كان بيروح يقطع على آه توري وبعد كده على الكارتي وبعد كده على ع... يمين شويه على واخد بالك هو ده موت نفسه في المباراه دي انما لا 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 في انا بقول لك دونجا ده اسمه ده عمرو السيسي ده وطبعا انا رؤيتي غير اي حد سيبك من اي حد يتكلم ما كله بيقعد يهجص ويقعد يش يطلع يقول لك ما اعرفش ايه زي في ناس دلوقتي تقول لك ايه تكيس جونيان ده رضا عبد هو اللي مقتنع بيه طيب. عشان مدرب هسألك... لان انتوا ما ايه يعني رايك في ثلاث لعيبه حسام عبد المجيد مسلوسي دونج الثلاثه يمشوا ومعاهم عمر جابر ده راجل حسام يعني مسلوسي اللي موت نفسه في الماتش اللي فات ده تقول يمشي يا عم مش يعني اه سالتني ماشي بس التلاته يعني. كورتهم مش كوره نادي الزمالك معاهم عمر جابر قد اربعه قول لي مين تاني عشان اقول لك يمشي انت قول ما انا ما اعرفش قول لي قول لي عشان مش انا الناس اسمها نادي الزمالك معقوله مع والله ما اعرف عندك مين تاني عندك آه آه مين عمر جابر احنا قلت انت قلت عمر جابر ودونجا عمر جابر ودونجا والمسلوسي وحسام عبد المجيد ومحمد طارق مين تاني في عندك سامسون لا ما له الفرصه ده بقى أوه. ده ما الراجل بيحرجنا اهو اه عبد الغني؟ لا ما يمشيش امم ما عبد الغني ده يبقى هو والونش ومحمود علاء ويجيب واحده واحده زي جبران ده اللي هو اللي اسمه ايه اللي هو مم. بتاع الوداد ده اسمه مم. ايه؟ يحيى جبران ولا يحيى؟ اه تمام هات لعيب زي ده بقى اللي هو بيوقف على الكرة ولاعب الناس كرة حتى لو سنه كبير مم. نصر المنسي ده كنت اشرف اسف لا ناصر المنفي لا طبعا اه حاتم سكر اللعيبه اه اه حاتم سكر يطلع ما يتبعش وعبد الله جمعه يكمل وسامسون يكمل عبد الله جمعه لو انت جبت باك كويس آه. يمشي ويبقوا على عبشافي عبشافي لازم يتعمل له مقام في نادي الزمالك <applause> واللعيبه تيجي تلف حواليه ان الراجل ده اقسم بجلاله الله من اخلص اللعيبه اللي جت في تاريخ الكرة في مصر فده يتعمل له مقام وكل اللعيب اللي هو يجي يفكر ان هو يلوي دراع نادي الزمالك يخلوه يلف حوالين المقام بتاع عبشان <تسألك> عسل يا <تصفح> طيب خلينا نروح لمنتخبنا الوطني لا وخد بر فتوح يمشي خلاص الحركه دي يمشي <تصفح> <مخلو> يعني يتمسك يتمسك مجلس الاداره زي ما خدت قرار ده ما فيش لا كان فتوح عايز يرجع عايز يمضي يعني لو جه قال لهم انا همضي ولا يا كابتن ما تثقش فيه خلي بالك هو قال حاجه كمان واخد بالك كل السوشيال ميديا مسكاها وكل الاعلام مسكينها اللي هو بيقول لك ايه لا إيه؟ ما احنا كنا بنخرج عادي هو بيتكلم على زمايله كمان ما ده بقى عشان كان في اداره بتسهر معاه يعني كان في ناس بتسهر معاه من اللي كانت ماسكه واخد بالك فعادي بقى انا وانت بنسهر فاحنا الاثنين بن بنفوت لبعض <applause> طب لو رايك لو نادي الزمالك ومجلس ادارته يعني وافق عدل عدل الصلح بقول لك لو هيمضي ببلاش والله ما ها. انا بقول لك ايه رايك لو ده حصل؟ لا خلاص انا بالنسبه لي ماليش علاقه بنادي الزمالك ولا اطلع احلل بس ماتشات وخلاص بس ماليش دعوه يعني. بيه تزعل من مجلس الاداره طبعا يعني. زي بالظبط ما انا سامع دلوقتي ان في واحد بيموت نفسه في مجلس الاداره عشان يجيب الكابتن شاور غريب طب الكابتن شوقي غريب ترتيبه ايه يا رجاله هنا الكابتن احنا اتكلمنا فيه على فكره انا معاك قبل كده ماشي لا ما انا بكلم لا اصل ده الموضوع اتطرح كمان هو بارك. موقف مختلف لكن ما تجيش تقيم لي مدرب في خمس ماتشات وهو السنه اللي فاتت آه يعني عمل بالفريق آه نتائج كبيره انت جاي تقيمني في خمس ماتشات الله عندي. على النبي ما تاخدش رايي انا خدوا راي معتمد الجمال اللي ماسك ابن نادي الزمالك خدوا رايه ماشي هي هم اكيد هيسالوا بس انما لو جه ده برضو كمان يعني بصراحه يعني كارثه طيب هذاك لمنتخب مصر في فيتوريا يا راجل ده والقايمه بتاعته عايز تقول ايه طيب من البدايه قول قايمه وحشه قايمه ده عامل في ماتش الاتحاد في اسكندريه ولا ماتش ايه مين؟ ده المصطفى ماتش هو مصطفى اللي كان في الالي وراح اعاره ده كان بيلعب في فيوتشر ولا بيلعب في مصطفى سعد ميسي لا مصطفى الثاني اللي هو بدري مصطفى البدري البدري اه بيلعب فين؟ البدري بيلعب فين دلوقتي؟ فين يا جماعه عشان برضو انا في سموحه يا كابتن في سموحه سموح. ماتش سموحه الجون الثاني اللي هو كسبهم الدنيا كده وقام جاي مديها لمصطفى البدري انت عارف لو لعيب يعني في الفرقه معاه والله ما اللي هو مين؟ اللي هو ابن الكابتن شوقي غريب ولا انت ما شفتهاش خالص؟ اتا لا, اتا لا وبيلعب انت رحت رحت لي, رحت لي ليه محمد شوقي غريب؟ لا ما اصل انت بتقول لي ان الكابتن شوقي يمسك نادي الزمالك يبقى أوه. كمان هيجيب محمد شوقي غريب اللي هو بيدي الكوره للمهاجم يعني كابتن اكيد اه وانا في حالهم لو جابوه والله ما أسيبهم في حالهم وبعدين انا بقول لك للكابتن آآ آآ كابتن حسين لبيب اه في عندك كابتن حماده عبد اللطيف في عندك كابتن احمد عبد حليم خليهم دول في اللجنه الفنيه اللي هم يقولوا لك مدربين ولاعيبه اسمع الكلام اللي بقول لك عليه م. مع كل الاحترام طبعا للكابتن احمد سليمان انت مدرب حراس خليك في الحراس انت عايز برضو تجيب لنا احمد الشناوي ده احمد السن... الشناوي عامل كوارث كوارث م. يعني احمد مضيع الدور الدوري من بيراميدز السنه اللي قبل اللي فاتت وكاس مصر وكاس السوبر والدوري السنه اللي فاتت والسنه دي افريقيا حاجه بسم الله ما شاء الله يعني وعايز تروح تجيبه لنا ده الراجل مش قادر يعني الراجل هو ستايل جميل ده بقى ان شاء الله تصوره وينزل على بوستاته خلاص انما يلعب لنادي الزمالك لا طيب فيتوريا وقائمته كابتن والماتش اللي جاي امام جيبوتي تعالى هل ممكن منتخب مصر دايما يعني بيواجه صعوبات في دل... انتصرت كاس السنه دي طبعا السنه اللي فاتت او المره اللي فاتت مش السنه اللي فاتت يعني المره اللي فاتت قابلنا للاسف السنغال على الصعود يعني السنه دي الوضع مختلف ما هي دي اللي انت قابلتها الوحيد اه اه بس ومع كل بص كل الفرق دي ما أوه. تخافش منها خاف من بوركينا فاسو اه بس مش هو واحد بس اللي هيصعد من المجموعه واحد وفي أح احسن اربع ثواني احنا مش احسن اربع ثواني احنا ان شاء الله نطلع على طول ده لو معانا مدرب محترم لو معانا مدرب بجد <applause> إحنا معنا معانا مدرب محترم كده. طيب معاك تعال على الاختيارات عشان تعرف إذا كان هو مدرب كويس ولا مدرب جاي ياكل عيش أو إنه هو جاي مثلا يقضيها تعالى الشناوي ماشي حتى لو مستواه بقى كده هو الوحيد اللي عنده الحس الـ تمام الـ الـ الدولي والحس حينيوه. وحسيت الماتشات والكلام ده ماش. مع ان دلوقتي مش هو مش في احسن حاله تمام محمد صبحي انت واخده بناء على ايه؟ عندي في الزمالك طيب امال عواد ده ايه؟ يولع في نفسه؟ مم. محمد بسام يولع في نفسه محمد ابو جبل يولع في نفسه؟ ده محمد ابو جبل عامل ماتش وقال لك ده لعيب صغير وانا بعمل يا عم ما انت عندك مصطفى شبير الكره يعني حارس انت عارف عندك مصطفى شوبير حاجه تفرح ومتفوق على الشناوي ده من ساعه بطوله افريقيا ينزل الراجل مركز انت عارف ان هو شابلو بمينا كابتن ريتوريا صبحي بسيزر بتاع البرازيل مين سيزر بتاع البرازيل؟ ما تخلينيش اقول لك حاجه عشان ما نوقفش البرنامج لا بص طيب ده اللي يدل ان هو ما عندوش فكره طيب ليه انت انت بتتكلم بتقول شبير مش عارف مين تاني لا انت الفتره دي أوه. في جوان في مصر الزنفولي مش اسمه الزنفولي بتاع الداخليه تمام في اه بتاع ام بسام <applause> البلعوتي وبسام سيبك من ابو جبل المهدي واخد بالك المهدي سليمان انت واخد احمد الشناوي ليه ما انت في المؤتمر قلت انه هو عمل معايا مشكله وانا مشيته وراح النادي لعبه طب حضرتك انت وقفته ما انت لو وقفتوا النادي بتاعه ما كانش هيلاعبه صح؟ صح يا عم فاروق ولا لا؟ لو انت وقفته رسمي وبلغت اتحاد الكره اللي هو اكبر راس في في الرياضه في مصر صح؟ هل ان هو كان برمز هيعاند يلعبوا؟ ما ترد؟ لا فانت ما وقفتوش انت خلاص الموضوع ترجعه تاني طيب لو هو مستواه قد كده عشر مرات وعمل معاك كده ما رجعوش طب هو مستواه وحش هترجعه ليه؟ يبقى اللي بيحرك الموضوع ده دي بقى وكل او مصر ما ليش بقى ما ما مع كل الاحترام ادي ثلاث تجوان اهو هو الشناوي مع انه مش في احسن حاله م. محمد داني انا قلت لك مرهق خده بس احتياطي بس هو هيلعب على عمر كمال م. ما عرفش احمد فتوح انت بتلعب عليه محمد حمدي ماتش الجزائر الاخير وفي ماتشات تانيه كانت هنا ماتش تونس م. واخد بالك وهو خرج ساعتها من الفرقه وقال لك ان انا مصاب فتوح حصل, حصل لما عرف ما ماشي مع نادي الزمالك لو تفتكر يا كابتن كان مصاب ماشي ماشي مه... م... بس هو في الاساس الراجل حاطط مين محمد حمدي محمد حمدي فاذا ان الراجل ده ده انت المفروض بقى تطبق القيم والمبادئ عليهم كراجل م. ماسك منتخب مصر ودول اخطأوا في حاجه زي كده لا انت تقول دولت مش معايا عشان ما فيش لعيب تاني في مصر مم. يبقى عنده أمل إن هو يروح منتخب مصر ويعمل حاجة زي كده مع فرقته. ويمكن مروان حمدي أحد اللاعبين اللي استبعدهم بسبب إن الله المصري. ينور عليك. آه. ساعة الموضوع بتاع جماهير النادي المصري آه. هو قال لك لا أنا الأخلاق عندي وما أعرفش إيه واستبعده وكله طلع يتشدق إن الراجل لا بيرسي مبادئ إن مفيش حد يتنمرض ولا يهاجم ناديه. تمام. نادي. تمام. جه هنا بيهاجم ايه المشكله مم. ده جي يعني جه جي دلوقتي بيختلف الكلام مم. ليه بيدافع عن الفترة. ده انت ما بتلعبهمش ده هما الاتنين مش انت عارف لو هما اساسيين انا اقول لك ماشي اصل الراجل قصدك ان هو بيعاند لا في حد قال له ما فيش حاجه بيعاند هو حد قال له خد دول بس عندما بقى في الكره المصريه في مم. المبادئ في القيم في الزمالك في اي حد طيب تعال بقى عندك رامي ربيع رامي ربيعه لا في لاعيبة مساكين في الدوري مم. احسن مين نقوله. كده أنا ما أنا... انت بتقول لي لا رامي مثلا قول لي حد مكانه يكون قوي يخش منتخب مصر يستاهل محمد ما آه اسمه بيكهام اللي هو كان ضمه ولاعبه باك وبعد كده ما شفناهوش المعسكر اللي اه ما بيلعب فيها وعلى فكره مم. بيكهام ده من احسن اللعيبه اللي هي تبدا لك هجمه من ورا ادي ادي الف في كوره اهو واخد بالك كابتن علي جبر ماله لا ما يلعبش ما يتاخدش اذا كان هنا يعني الخساره بتاعه ماتش بيراميدز الاخيره دي هو واحمد الشناوي عامل طبعا الراجل اللي قاعد بره على الخط كمان دولت الثلاثه في سبب الهزيمه الجون الثالث ده يجي ازاي لناصر منسي مع مع احمد سامي م. وعلي جابر وجون سامسون كمان يا سا عم سيبك من سامسون ده عمل ترقيصه مع مش عارف ايه والكلام ده لا الكره عاليه كورنر. وانا كل واحد ماسك ناصر منسي ده بتاع مين صح والله خلاص هو الراجل كان اختار بقى ساعتها يا كابتن يا عم ما هم بص خلاص ما هي الكشف يتحط خلاص كله احنا بنوجع دماغنا لا انا ده واحنا اللي بنتهاجم على الفاضي ويطلع واحد يقول لك الهجاص اهو ده مع يا ابني انا كلامكو كلامي كبير عليكم مش هتفهموا الكلام ده غير ان شاء الله مش هموت مش هموت وهفضل كده ضغطي مش يعني اه وهفضل كده يعني عامل زي اللي ايه هنا في الزور طيب بح... عشان افهمكم يعني م. ايه كره قدم م. انا بحلل كره قدم ماليش ده بحلل كره قدم الناس بتيجي تقولك كابتن خلاص انت محلل مش مدرب لا 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 ايام مدرب بيقولك انت ما عملتش حاجه ببعض. بس... ما انت بيجي يقولك ايام مدرب ما عملتش حاجه ما, انت... ما تمسكني الاهلي والزمالك وانا اعمل لك اه مش عيب عليك لما تقول لي انت ماسك ما اعرفش فين وفين وفين اه وعايزني انا كنت ببدا م. والله العظيم ما حد كذا مره أصعب. مم. غير حاجات بقى انت عارف تتدخل حاجات كانت بتتدخل مثلا احنا عبد الرؤوف في الدرجه الثانيه كابتن كان شغال كده وصعد بالفريق ولغايه دلوقتي شغال حبيبي ماشي ما في في عوامل ثانيه مش كوره بس اه اه مع كل الاحترام والتقدير للبلديه وانا بحب مم. طبعا الحاج مصطفى والحاج محمود الشامي مم. وعلى فكره انا من الناس اللي انا فرحان لها جدا ان هي ماشيه كويس اقسم بجلاله الله لان الناس دي تستاهل الناس دي عندها فكر مم. بس مع الفكر في حاجات ثانيه تمام انت فاهم بقى طيب كمل لي محمد اوكي اه طبعا احمد سامي لا ايه ده انت ده انت فيه كتير أو مش في لعيبه كتير قوي مش عايزها في المنتخب اه طبعا أو احمد سامي الماتش الاخير ده انتاجه ايه انا بقول لك بيكهام ده هاتوا انا مدرب ما بجيبش تقييمي على ماتش واحد انا بختار على الماتشات كلها يا اللي عم اللي على الماتشات كلها والمصحف مم. ما يلعبوا مراكز الشباب والمصحف اللي انا قلت لك عليهم دولت ما يلعبوا مم. قال لي رامي ربيعه الفانيلا الحمراء قال علي جبري فانيله بيراميدز احمد سامي واخد بالك عندك مروان عطيه اوكي لا طبعا ده الراجل ما بيلعبش في فرقته والماتش اللي يعني الماتش اللي فات ما لعبش الماتش اللي قبليه طلع بين الشوطين الماتش بتاع المقاولين ما لعبش ولا مش عارف نزل اخر ربع ساعه ولا مم. تلت ساعه يبقى ازاي بتاخده انت بنان على ايه مم. هتقول لي عندك حد في نص الملعب اقول لك مهند لاشين ولا ده طارق حامد ما جيش هو عشان محترف بيجي تمام محمود حماد لا طبعا عمل ايه مع المصري وكان بيعمل ايه مع فاركو ما بيعملش الا اللي يعني عشان طب انت مثلا كنت في الفتره محمود حماده بيلعب اساسي ده يا عم ما يلعب مع, مع دافعين في دم قلبهم المصري لا انا بتكلم مع محمود حمد... مع فيتوريا كمان بيلعب ما ايوه عشان بيحبه ما هقول لي ميزه فيه عشان نحبه احنا رقري الدين انت ميزه انا ما اعرفش هو فيتوريا كان مصري واحنا مش واخدين بالنا كابتن فبيحب محمود حماده لا ايوه في هو في مدربين كده يحبوا لعيب زي مثلا كولر ده ما بيحب كوكا مم. ولو انت خيرته كوكا ولا السولية ولا ديانجا يقول لك كوكا مم. طيب حمدي فتحي اه طبعا محمود ما معشور اه طبعا نني طبعا مع ان ان هو ما بيلعبش هناك بس الوحيد اللي تحس ان عنده ثقه في نفسه حتى الكره لما بتجي له هو النني بالذات للعيبه نص الملعب اللي هو مروان عطيه وطارق حامد ومحمود حماده مم. طيب ويكفي يكفي ان هو بيلعب الكره لقدام مم. يعني ممكن يلعبها مرتين ثلاثه لورا عشان ياخد الثقه ويخلي اللعيبه تاخد الثقه بس كل لعبه بيبقى دايما لقدام مم. زيزو اه طبعا ما بص بقى زيزو ده, فتح. ده بص آه. زيزو ده مكسر الدنيا مم. بس بيروح هناك زهارات بيروح ايه؟ زهارات يعني ايه؟ مش سامع كويس سمع. زهارات يعني ان هو ايه يعني اه يعني ممكن يلعب وممكن إيه ما يلعبش انت بتجيب منين الكلام ده؟ ما انا بقول لك يعني آه. ان هو ايه مش معتمد عليه ب... ده مع ان زيزو مكسر الدنيا مع الزمالك آه. وخلي بالك هيلعب على صلاح يعني؟ لا انا بقول لك لا يلعب في الحته بتاعت نص الملعب طب اقول لك على حاجه مم. في الماتش اللي هو بتاع الجزائر اللي اللي طرد فيه محمد هاني مم. مين اول تغيير كان يخرج بما يرضي الله بما يرضي مصطفى محمد تمام طيب انا فاكر اتكلمت في النقطه دي انت واخد بالك؟ آه. فانت عشان على الاقل أن انت الخطوره كلها منين؟ من الجابتين وخلي يلعب رص صلاح يلعب راس حربه اوكي لك بص صلاح يلعب راس حربه يوقف لك الاثنين اللي ورا اللي هم المساكين ما فيش حد هيجرؤ ان هو ياخد كوره ويكمل بيها طول ما ليه؟ لان عارفين ان لو في كوره واحد على واحد لصلاح او كوره طويله صلاح فانت سبت مصطفى محمد اللي بقاله فتره ما بيهدفش مم. طيب احنا قلنا مصطفى فتحي لا قلنا احمد زيزو وطبعا مصطفى فتحي حسين الشحات حسين الشحات بس هو مش في احسن حالاته اه طبعا عمر مرموش طبعا ده بالنسبه لكم ان هو مكسر الدنيا في المانيا اه انا اه عايزه يكسر الدنيا هنا انا عايزه يكسر ايه؟ الدنيا هنا عشان يبقى في واحد واثنين وثلاثه بيشيلوا الحمل عن صلاح ما لو في اتنين بيشيلوا الحمل يعني تريزيجيه ومرموش مم. وحد في نص الملعب زي زيزو مم. مش هتلاقي آه. ان الرقابه كتير على صلاح عمر مرموش يشيل الحمل ده لازم مم. هو مش يشيل الحمل يعني اه يعني هو هيشي. لا ما يشيلش تريزيجيه اللي بيشيل مصطفى محمد لا امال مين؟ كوكا؟ لو كان كوكا, كوكا موجود في القائمه الاولانيه طب ما الراجل ما جاش شريف فين؟ شريف موجود بس يبقى شريف محمد صلاح طبعا تزيجي. شريف وحط واحد مثلا من الناس اللي انت ممكن تتوسم فيها خير الفتره انت طيرت ثلاث ارباع المنتخب طبعا ده ده بما طب يرضى ربنا إن لعيبه انا ما اجيب لعيبه منين إن. لا ما. في لعيبه والله العظيم يعني في تلت لعيبه ثلاث ارباع المنتخب ما انا بقول لك اهو هو انت دلوقتي لما تجيب بيكام ولا محمود مرعي اللي انت ضميته ومشيته م. طب اسامه جلال ده اللي هو ماشي ما بيلعبش في فرقته طب مم. ما في مروان عطيه ما بيلعبش في, في فرقته ده ده طاير مصطفى محمد اللي هو يعني احسن لاعب في الدوري الفرنسي دلوقتي ماليش دعوه ما مربوش جايب كام جون هي في الدوري جاب. يعني لا جابوا يعني. كام جون هنا في مصر كابتن اسلوب اللعب هناك والدنيا مختلف برضه الله عن مصر. هو اكبر وتحيا اللي الله هو أكبر. اسمع الكلام ما ده شغل مدرب هو ده <applause> مش شغل مدرب ان انا اوفر لك ان انا اعمل 10 كروسات لمصطفى محمد عشان يجيب جون صح طب ما بيجيبش جوان من الكروسات أه. مستني بقى ان هو يعمل لي فيها ميسي مش شايف مصر. مصر تكسب الماتش الجاي بسهوله لا ما عم اشوف الماتش الاول خلي بالك خلي بالك. بالك ربنا يستر عشان المجاملات دي ربنا يستر انت عارف هو لو واخد لعيبه بما يرضي الله اللي هي في الحته اللي ايه ده ما بيلعبش مرضون ده ما بيلعبش العدد مرضو. قال لي دلوقتي معلومه ان منتخب جيبوتي عنده 10 لعيبه من ارتا سولار اللي كان بيلعب نادي الزمالك يعني من ضمن المنتخب بص سيبك من انا القصه عندي بوركينا فاسو هي دي بس. المنافس الحقيقي ولا غنية بيساو كمان بص ممكن تكسبها هنا انما الصعب ان انت تكسب هنا وهناك مم. انت ممكن تكسب الفرق دي كمان يا انت ممكن تكسب الفرق دي اللي هي بعيدة إيه؟ عن بوركينا آه. ممكن تكسبها هنا ما ينفعش ما ينفعش تفرس ولا نقطه هنا لا طبعا مع اي فريق بس هي المشكله بقى ان م. انت لما تقابل فرقه محترمه زي بوركينا احنا كنا لايصين قدام زامبيا خلي مش زامبيا برضه يا كابتن منتخب كبير برضه تصنيف ثالث ولا رابع ماشي ماشي بس ما انت عندك الكاميرون تصنيف ثاني ايه المشكله يعني نيجيريا تصنيف ثاني بص الفرقة دي بتلعب كورة بس انت زامبيا فرقة كبيرة وطول عمرها تاريخ بس مم. هي عشان نظمت نفسها قدامك شلت حركتك واخد بالك انت انت لولا خطفت الجون بتاع حمدي فتح كده الدنيا تمام يا كابتن احنا وقتنا انتهى يا كابتن رضا نورت وشرفت وان شاء الله كده دايما ما انت ما سالتنيش عن فيكتوريا أو خلاص بقى انت عايز تسال ما انت الراجل لا ما انا هقول يعني الاختيارات عايز تسال تقول ايه انتوا كله يعني أوه. الدنيا كلها مسندات زي ما ساندتك عايز بس ناس سند المنتخب ومدرب المنتخب يا عم انا بساند المنتخب واقسم بالله حزين بس انا عايز اقول لك على حاجه آه. فاكر برضو كروش لما انت كنت برضو تقعد تتلامد وتقعد تقول لي لا 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 هياخد البطوله لا في الاخر قلت لك هياخد شنطته وهيمشي حصل؟ دايما يا كابتن في تعليق لحضرتك انك بتراهن على الفشل ليه؟ قول لي لأن مفيش يعني. عدالة ما يعني. أنت عارف لو في عدالة يعني في ما بتراهنش على النجاح إن ده هينجح أيوه عشان مدرب قليل في البداية ده قليل دي حاجة م. تاني حاجة اللي بيتحط له الكشف ما أنا بقول لك والله العظيم والله العظيم وأنا فنطت لك أهو وقلت لك ده إيه وده, إيه وده إيه وده إيه مش ده ده كلام فني م. حصل ولا لأ تمام لو أنت واخد في نفس اللعيبة دي حتى لو هم قليلين شوية بس عندهم الرغبة والله العظيم تكسب تمام لأن أنت حطيت مبدا العداله هو ما عندوش ماشي بس المشكله كلها يبقى في الاختيارات في عداله تمام بس نور شرفك يا بشكركم يعني طبعا استمتعت رضا الحقيقه النهارده بكره ان شاء الله نكون معاكم في حلقه جديده تصبحوا الخير